mental diseases. فإحنا إدينا مقدمة سريعة عن تكوين النيرفس سيستم ولخصناها في أربع خطوات مهمة جدا. إن هو بيتكون من النيورو إكتوديرم، وده الخطوة الأولانية بيسميها نيوريوليشن. بتكون قناة عصبية بتقفل من كرينيال بورشن وكودال بورشن، وبعد كده البرين بيتكون حواليها وبينفصل النيورال كريست اللي هو هيعمل البيريفيرال اوتونوميك جانجليا وسنسوري نيرف روتس. وبعدين اهم حاجه بقى الفنتريكولار سيستم، هو ده العمود الفقري بتاع البرين. والفنتريكولار سيستم بيبقى لايند باي ايبندمال سيلز. تحت الايبندمال سيلز دي بيبقى فيه لاير اسمها جيرمينال سيل لاير، دي بتتكاثر بكميات رهيبه جدا، تكون بقى اجزاء البرين المختلفه والبريكرسرز بتاعه الجليال سيلز او الكونكتيف تيشو بتاع البرين. وعبر قنوات محدده بتهاجر الخلايا دي وتعمل لك اللايرز بتاع الكورتكس، وبعدين تعمل لك اللايرز بتاع الميد برين، وبعدين تعمل لك اللايرز بتاع السيريبيلم. السيريبيلم جرانيولر لاير فيها 3/4 بليون خلية، ده أكبر جزء من البرين. وبعدين بيحصل ماتوريشن ويجي لك بقى populations of post mitotic neurons. عاوز بقى حد يفهمني يعني إيه post mitotic neurons وعرفهم إزاي؟ لو سمعت التوفيق حضرتك عرض الشير للسكرين بتاع سعادتك؟ مش ظاهرة عندكم؟ لا سوري بلاش اشرح ونسجم ومفيش حاجة شايفين. طيب كويس انت قلت لي عبد. كده ظهرت؟ ايوه شكرا. سوري. طيب يبقى اول حاجة بيكون منها النيرفس سيستم هي ايه؟ النيورو اكتوديرم. بعدين بينفصلوا صح؟ يعمل لك نيورال تيوب بتقفل من قدام ومن الخلف. وبعدين يجي ventricular system، ده العمود الفقري بتاع البرين، تحتيه مجموعات من النيورونز اللي بتتكاثر، ويعمل لك migration guided by predetermined locations. فالنيورونز دي تروح في الحتة دي والنيورونز دي تروح في الحتة دي. وبعدين functional cell maturation then follows with populations of post mitotic neurons. طالما انت بقى بدأت عبده هبدأ بيك بقى. ايه بقى البوست ميتوتيك نيورونز دي؟ لو يعني لو تعرف. وحقيقة انا مش عارف، بس هي يعني المفروض يعني من عرفتي يعني. اتفضل. طب انا مش عارف يعني. انا عارف طب انا ابسطها لك. لو كانت خلية قادرة على التكاثر وانه تبقى 2 والاثنين يبقى 4 والاربعة يبقى 8 وبعدين فقدت القدرة دي، يبقى ايه اللي اختفى فيها يا عبد العظيم؟ حضرتك قلت لي قبل كده ان السنترومير مش موجود في الخلية. السنتريول. برافو عليك. سنتريول سوري. السنتريول. ليه بقى؟ لان السنتريول ده بيكون ميتوتيك سبندل، فيجي يرص الكروموسومات في نص الخلية ويقسمها 2، كابي تروح للدوتر سيل دي وكابي تروح للدوتر سيل دي. يبقى الخلايا دي بيسموها post mitotic neurons. دي بقى مع نهاية تكوين الجهاز العصبي المفروض تكفي الواحد حياته كلها. لو مات منها جزء critical يبقى في loss of function. طيب وفي astrocytes وفي oligodendrocytes forming myelin with increasing morphological and functional complexity. تبتدي بقى ايه تتخصص الخلايا دي. لو انا وريتك بقى الاربع خطوات دول في صور، ادي نيورو اكتوديرم اهو، الازرق ده الاكتوديرم والاخضر ده النيورال كريست وده البنفسجي نيورال بليت. النيورال كريست بيسموه نيورال بليت بوردر، فبيحصل حاجتين: دورسال كيرفيتشر اوف ذا نيورال كريست وفنترال كيرفيتشر اوف ذا نيورال بليت، وبعدين يتلموا على بعض ويتقفل ويحصل انفصال. الاكتوديرم يبقى السكن، وده يبقى بريفيرال نيرفس سيستم.
بعدين دي النيورال تيوب اللي احنا هنتكون ايه هنتكلم عنها. والنيورال تيوب دي عندها بور امامي وبور خلفي. طيب ايه بقى اللي هيتكون بقى من الموضوع ده؟ هو ده هيكون نيورال تيوب بالشكل ده، اخضر احمر ازرق بني اسود. ايه بقى ده؟ دول اللاترال فينتريكلز وده الروسترال كونفشور. يقفل يبتدي بقى السب ابندمال نيورال بريكرسرز تهاجر وتعمل لك 6 لايرز اوف سيريبرم، والسيريبرم يمتد ويشمل اللاترال فينتريكل والموست الثيرد فينتريكل. طب الاحمر ده ايه بقى؟ قلنا عليه تيلنسيفالون او السيريبرم، وده داينسيفالون ثالاموس وهايبوثالاموس، وبعدين ميد برين. الميد برين بقى لو انتم مذاكرين يبقى بيكون من ايه؟ احنا قلناها المره اللي فاتت الميد برين ايه تكوينه؟ مين اللي يقول لي؟ كوليكولاي. كوليكولاي يس. روسترال وفنترال. روسترال و كرينيال يا روسترال وكودل يا في الهيومن كرينيال سوبيريور وانفيريور يا يا واقف تمام. والجينيكوليت بادي تقريبا هي دي في الكوليكولاي. دول في الكوليكولاي قبلها الجينيكوليت بادي قبل الكوليكولاي. ما هو كلهم دول تبع الكوليكولاي، انما الميجر كومبوننتس اوف ذا ميد برين ايه هم؟ كوليكولاي تجمنتوم وسيربيلر بيدانكوم ده الميد برين. وبعدين يجي لك الفورث فينتريكل ودي الميزنسفاليك اكوادكت. يبقى عندك تو لاترال فينتريكلز وحواليهم هيكون معظم السيريبرم ما عدا الجزء الاصفر ده راينال برين، وده بيعتبر الاولفاكتوري بارت صح. في اولفاكتوري بيدانكل وبعدين ميديال تراكت ولاترال تراكت. لاترال تراكت هنا وميديال تراكت هنا، وده بيبقى تحت البرين. وبعدين دي الاوبتيك كيازم، وبعدين دي البيتوتري ستوك، وبعدين البونز، وبعدين البيراميدز اللي هم الاثنين دول. فالتركيب بتاع النيورال تيوب بيبقى بالشكل ده، بتبقى عبارة عن حلقتين كده سي شيب، وبعدين يتصلوا بالثيرد فينتريكل عن طريق الفريمن اوف مونرو، وبعدين الثيرد فينتريكل يدي ميزنسيفاليك اكوادكت، وبعدين الفورث فينتريكل. هنا في كورويد بلكسس، وهنا في كورويد بلكسس، وهنا في كورويد بلكسس. فالفلويد هيجي من السيريبرو سباينال فلويد هنا في اللاترال فينتريكل عن طريق الفريمن، يختلط مع السيريبرو سباينال فلويد اللي جاي من الثيرد فينتريكل، ويختلط مع السيريبرو سباينال فلويد اللي جاي من الفورث فينتريكل. وبعدين عندك بقى فتحات يخرج منها السيريبرو سباينال فلويد عشان يلف حوالين البرين. احلى حاجه سمعتها ان البرين بتاعنا عايم، فيعتبر ملوش وزن. 98% من وزن البرين احنا مش حاسين بيه. ليه؟ لانه عايم في حاجه عامله زي الجلي، زي الجل. فده برضو بيعتبر very very efficient shock absorber. لو خبطنا دماغنا البرين ما بيوجعناش قوي، إلا إذا كان لا قدر الله حادثة جامدة قوي والإمباكت فظيع، لكن معظم الخبطات بس بتوجعنا شوية في العظم، إنما البرين spared. لو جينا بقى بصينا للجزء الأحمر ده أهو، بعدين هنا الميزنسفاليك أكوادكت، وبعدين هنا الفورث فينتريكل والفتحات بتاعته. وهوريك انا في فيديو بقى دلوقتي دقيقتين كده الدوره بتاع السيريبرو سباينال فلويد، لان لازم نفهمها كويس جدا. اللبني ده هو ده السيريبرو سباينال فلويد، فهيمشي هنا من اللاترال فينتريكل على الثيرد فينتريكل، دي انتر ثلاميك ادهيجن، وبعدين على الميزنسفاليك اكوادكت، بعدين على الفورث فينتريكل يختلط، وبعدين ينزل في السنترال كانال بتاع السباينال كورد. لكن الصورة دي ما توركش ازاي الفلويد بيخرج ويحيط بالبرين كله، واخد بالك، وبعدين يغسل السولوتس والالكترولايتس الموجودة في البرين، وبعدين يعاد امتصاصه من حاجة اسمها
ميدلري ساينس. فانا هوريك الفيديو مش كتير، لكن كل اللبن الفاتح ده هو ده السيريبرو سباينال فلويد. ده كرويد بلكسس ابتدى التنتك سيريبرو سباينال فلويد مال اللاترال فينتريكل، هنا راح الثيرد فينتريكل، هنا في الميزنسيفاليك اكوادكت، وبعدين هنا احاط بالفورث فينتريكل، خرج من فتحات ابتدى يلف حوالين البرين كله، ملا حاجة اسمها superior sagittal sinus ويحصل filtration للفلويد ده وبعدين يطلع بره. خلينا نوريها لكم تاني. ده مرر lateral ventricle في choroid plexus هنا، بعدين هينزل من الفوريمن على الثيرد ventricle، وبعدين هيروح على الفورث ventricle. هنا بقى في ثلاث فتحات، في واحدة ميديان وفي اثنين lateral. اوكي، ميديان ابرتشر، ابرتشر يعني فتحه، اوكي، وتو لاترال ابرتشرز. الميديان اسمها ماجنداي واللاترال اسمهم لوشكا. لو حد اتعرض للاسماء دي، اسمها ميديان ابرتشر اوف ماجنداي اند تو لاترال ابرتشرز اوف لوشكا. وبعدين يجي لك بقى ايه، نتوءات كده من البلاد فيسلز اللي في الديورا ماتر، واخد بالك، هيجي لها هنا ده الاراكنويد جرانيوليشنز، وبعدين يروح للساينس ويعاد امتصاصه بعد الفلتره، يخش على الفينس بلاد على الفينا كده. فده اللي احنا كنا عاوزين نقوله. حد عنده اي كومنت، اي سؤال لغايه دلوقتي؟ طيب قبل بقى ما نبدا في مناقشه الكونسيبت. العفو العفو دكتور توفيق. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. وجود السائل هذا جوات الفراغات يعني بيكون، يعني ما عندوش تأثير على البروشر جوات لا في الأراكنويد بينتج بكميات تساوي سحبه، فيفضل كونستانت فوليوم. لكن عارف الجل، عارف لو واحد بيشتري جل يحطه في الحذاء بتاعه لمغزة، فهو بيعتبر زي الجل، بيمتص الصدمات وبيخلي البرين فلوتنج بوينسي، يعني اكن البرين عايم في الميه دي، فما فيش وزن، ما فيش ضغط على البرين خالص. شكرا. وجوده مهم جدا، لو مش موجود وحد اتخبط على طول يحصل لك كونتوجنز وكو هيمرج وكونتر كو هيمرج، هنتكلم عليهم في الفاسكولار ديستربنسز. تمام تمام شكرا دكتور. طيب نيجي بقى للايه، الاساسيات بقى بتاع الفحص بتاع المخ. لازم نشوف سيمتري. تمام، الفراغ ده اسمه ايه اللي في النص ده؟ ده فليكس سيريبري، فالكس سيريبراي. تمام يا طيب، ده اني لوب، ده البرايت الاكسيبيتال لورا، سيبيتال لوب. ده عن ايه؟ الفانكشن، عن الفيجن. الفيجن. وده فرونتال لوب، فرونتال. ما بين الفرونتال والاكسيبيتال مين؟ برايتل لكن مش محدد قوي. وده temporal lobe، ده مسؤول عن السمع. تمام؟ طيب ده مين؟ Piriform. وايه السبيس اللي ما بينهم دول؟ الراينال فيشر. الراينال فيشر او الراينال سالكس. هل ده olfactory peduncle، وبعدين lateral وميديال tracts، صح؟ ده بتشوف منه جزء بسيط قوي من الدورسال فيو. دول مين؟ الاوبتيك كيازم. اوبتيك كيازم ده اوبتيك نيرف رايح على مين؟ على الليفت، وده رايح على الرايت. وده مامولاري بادي. لا الستوك، ما هو الستوك يعني بيتويتري ستوك، ده العنق بتاع البيتويتري جلاند. ده هنتكلم فيه لان ساعات ما تلاقيش بيتويتري جلاند،
فعاوزين نعرف اسم الكونديشن ده ايه، وبعدين ماميلاري بادي، بعدين ده فورث، بعدين ده البونز، بعدين دول تو بيراميدز. يبقى انت لازم تعرف الحاجات دي عشان لو في حاجه منهم غايبه يبقى انت عرفت اني جزء ناقص. حلو كده، يبقى ده اولفاكتوري برين، اوبتيك كيازم، ده اوبتيك نيرف اللي هو كرينيال نيرف 2، بعدين بيتويتري ستوك، بعدين ماميلاري بادي، بعدين اوكيولو موتور، بعدين بونز، بعدين تو بيراميدز، وده بايريفورم لوب، وده جزء من البيليو كورتكس او الاولد كورتكس، صح؟ طيب نيجي هنا، اسم الجايروس دي ايه؟ سنجوريك جايروس، ودي مسؤوله عن ايموشنز، والماده اللي بتربط التو سيريبرال هيمسفيرز ببعض اسمها ايه؟ كورباس كالوز، كورباس كالوسوم. يبقى انت لما هتلاقيش كورباس كالوسوم هنقول عليها ايجينيسيس اوف كورباس كالوسوم. فاحنا لما كنا بنقول النيورو اناتومي مهم، ما كانش بس عشان نستعرض الاسماء، لان انت مش هتعرف توصف ايه اللي حصل الا لو انت عندك خبره ان المفروض هنا يكون ايه وشكله ايه. ده ايه؟ انترثلاميك ادهيشن. انترثلاميك ادهيشن، برافو. جزء ندور كده، يبقى ده الثلمس اليمين، وبعدين يرتبط مع الثلمس الشمال، فيجي لما تقطعهم في النص يظهر لك كوره كده. وده ايه؟ ميزنسفاليك اكوادكت، صح؟ ده اسمه ايه؟ تكتم، وده اسمه تجمنتم، ده جزء من الميد برين. بعدين السيربيلر بيدانكل، تمام؟ هنا الميزنسفاليك اكوادكت، هنا برضو جزء من الهيبوكامبس. الكوره دي اللي وراها دي الكوليكيولاي؟ الكوليكيولاي، يب. كرينيال وكودل، بعدين الروسترال كومشور، بعدين ده البيتويتري ستوك، وبعدين شكل اللاترال فيو، ودي الكاتس اللي احنا قلنا عليها لازم تبقى ستاندرد، كل واحد له اسم. ده اللي انا بفضله ان احنا نقطع 12 سلايس. طيب نيجي بقى للكونجينيتال ديفورميتي، ايه اللي يخليني اعرف ان ده عيب؟ مش عاوز اقول خلقي، لان لا يصح ان احنا نقول عيوب خلقي، عيوب وراثيه او عيوب اكتشفت بعد الولاده. لو جالك كلب عنده 14 سنه وقارنته بكلب عنده سنتين، الاي كلب عنده سنتين والبي كلب عنده 14 سنه، ايه اللي ناقص بقى في الحته دي؟ يعني لو انت تقارن هنا قول لي كده ايه الاختلافات ما بين البرين اللي على الشمال والبرين اللي على اليمين، ودول مقطوعين في نفس المكان بالظبط. الجانكشن يا دكتور توفيق. لا مفيش حاجه اسمها جانكشن، عاوزين اسماء، ما هو ده اللي انا بحاول اعمله. وانا مش شايف الاوبتيك كازم يا دكتور توفيق. انت هتشوف الاوبتيك كازم هنا ازاي؟ لا الحته اللي تحت دي الماميلي البادي ولا الاوبتيك كازم؟ خلينا بس واحدة واحدة دلوقتي. اوكي. لا الكافيتيز هنا او اللي انا عاوز اقوله ايه بقى؟ ان انت لازم تقارن سيمتري. لو السيمتري موجودة يبقى لازم تقارن ريشيو. يبقى أول حاجة ببص عليها في البريم ايه هي؟ سيمتري. هل في حاجة أكبر من يعني ناحية أكبر من ناحية أو ناحية أصغر من ناحية؟ تقريبا لا. هذه الكافيتيز هي الفنتركلز. أيوه. الحاجة الثانية الريشيو. الريشيو الجراي ماتر تو ذا اوتسايد والوايت ماتر هي البيضه دي، فهل الريشيو مينتيند ولا مش مينتيند؟ وبعدين السبيسز اللاترال فينتريكلز حجمها قد ايه مقارنه بالتيشو؟ كبير. الثيرد فينتريكل والميزنسفاليك اكوادكت، بعدين ده الراينال فيشر، بعدين ده البايريفورم لوب، قبلك. فهي لازم تبدا يبقى عندك اربع حاجات تشتغل فيهم: سيمتري، ريشيو، سبيسز، واخد بالك، و اذا كان في لوس اوف سبستنس يعني في حاجه ناقصه. طيب نيجي بقى للكلب اللي عنده سنتين، ده مين الجزء ده؟ سنجوليك جايروس. وده مين؟ ده الكورباس كالوز. كورباس كالوز. يبقى لازم تعرف الاسماء دي يا هواري. هنا بقى في هنا loss of corpus callosum. طب الكلب عنده كم سنه؟ عنده 14 سنه. هل ده يبقى congenital deformity؟
لا 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 اكوارد عاش الفتره دي كلها وما عندوش اعراض يبقى ده سينايل تشينج، يعني ده الناس كبار بيبقى البرين بتاعهم كده. طب هنا بقى الجري ماتر، بص الجري ماتر هنا حجمها ايه، طب هنا الجري ماتر حصل لها ايه؟ اتروفي اتروفي سينايل اتروفي. طب السينايل اتروفي عرفه ازاي؟ بالبيجمنت. لما تبص على النيوران تلاقي وير اند تير بيجمنت او لايبوفيوشن. لايبوفيوشن في ناس بيقولوا عليها لايبوفاسكن، ايذر واي لايبوفيوشن او لايبوفاسكن. طيب سؤال نيجي بقى هنا ده للايه، للثالاموس والهايبوثالاموس واخد بالك والابيثالاموس. في اثنين هابينيولر نوكلياي هنا صغيرين جدا، فاكيد الكلب ده بينسى وعنده مشاكل في التعرف على صاحبه وتلاقيه قاعد همدان طول اليوم ومش بيلعب ويدوب بياكل. ده الفنترال بورشن بتاع الهيبوكامبوس، لكن الدورسال مش باين هنا موجود. فهنا حصل سيفير دايليشن اوف بوث لاترال فنتريكلز، الوايت ماتر هنا قليله، في كومبليت لوس اوف كوربس كالوسم، يبقى مفيش علاقه ما بين اليمين والشمال. فتلاقي بقى الستات الكبار بالذات ستاتنا جداتنا تلاقيهم بقى ايه يعني بركه بس كده في البيت، انما هم مش فاكرين بيتعاملوا مع مين، مين اللي دخل مين اللي راح، تكلمهم يردوا عليك في بعض الاحيان، لكن مفيش كوجنيشن. فده بيعمل مشاكل جامده جدا. وبعدين تبص على النيورونز تلاقي سينايل بيجمنت او وير اند تير بيجمنت، الوايت ماتر فيها فاكيولز، وبعدين ساعات تلاقي المايلين شيث فيري سوولن. برضو ده طبيعي، ليه بقى؟ لان الاكسون لسه طبيعي ما حصلوش سويلين. لما بيبقى سوولن بسميه سفيرويد، يبقى عامل زي الكره البامبه كده مال الحته دي كلها. او في دايجستشن تشيمبر. يعني ايه دايجستشن تشيمبر؟ المايلين ده بقى ديجنريت، فالجليال سيل هتيجي تاكله وتلاقي ماكروفاجز جوه الفراغ ده. لما تلاقي الشكل ده نسميها دايجستشن تشيمبر. وبعدين تلاقي عندهم بقى ايه حوالين الفيسلز كده في اميلويد بلاك، بيتا اميلويد او سينايل بلاك واخد بالك، وده بتحط عليه صبغه اسمها ثايوفلافين. ولو عملت فلوريسنس تلاقي فيه بيريفاسكولار اميلويدوسس، يبقى كل التغذيه بتاع البرين ده مش ماشيه كويس، وعشان كده بيحصل لاس اوف ماتيريال او سبستنس، وبالتالي بيحصل نسيان جامد جدا. ولذلك لما يوروك سلايد بتاع برين اسال عن العمر، اذا كان عنده سنتين او اقل يبقى ده احتمال كبير جدا يكون congenital deformity. عنده 15 16 سنه no way، فدي تعتبر senile changes. وبعدين بدور على اربع حاجات، symmetry لما يكون مقطوع في coronal section، بعدين dilation of the ventricle or the spaces ratio ما بين ال gray وال white matter، وبعدين loss of structures. في حاجة غايبة ساعات ده بيبقى صعب ان انا اتعرف عليها عشان انا مش عارف المعلومات دي. ولذلك الستادي بتاع النيورو اناتومي مهم جدا، لان انت لو ما انتش عارف انت بتدور على ايه. يعني انا هنا بدور على الهيبوكامبس، في دورسال وفي ventral، هنا مفيش دورسال مش شايفه. لو انت مش عارف الحته دي ما مش هتعرف ايه اللي حصل. طيب يبقى ايه بقى الليجن اللي هنا؟ معذره يا دكتور، معلش في حاجه بس فاتت مني كده. حضرتك قلت في وسط الكلام مايكروجليا وبعدين ماكروجليا وبعدين قلت ماكروفاج، فانا الحته دي فاتت بسرعه. حضرتك كنت تقصد ايه؟ بص بقى هي نفسها ماكروجليا. لا لا لا، هو في فرق سين، في فرق في الفينو تايب ما بين الماكروفاج والمايكروجليا. ثانيه واحده. في ريزيدنت ماكروفاجز في البرين اسمها مايكروجليال سيلز، حلو كده. المايكروجليال سيلز دي بتبقى ريستنج وبتبقى مستطيله، يعني ما تتعرفش عليها بسهوله. لو حصل اي ديجنريشن في البرين بتحصل لها اكتيفيشن وتشبه الماكروفاج اللي بيجي من السيركيوليشن، وبعدين تخش في الفراغ ده وتاكل المايلين، فبيسموها ايه؟ الجلايوزس. بيسموها جيتر سيل. لما تكون اكتيف يبقى جيتر سيل.
الجلايوسيس مش شرط يكون مايكروجليا، ممكن يبقى اوليجودندروسايتس ومختلط معاها مايكروجليال سيلز، بيقولوا عليها جليال نوديول. انما لما يحصل الاكتيفيشن بتاع الريزيدنت ماكروفاج وتخش وتاكل المايلين، نقول عليها ايه؟ جيتر سيل. ولو كل الحته دي حصل لها ديجنريشن وراحت وكلها مليانه جيتر سيل، نقول عليها جليال سكار. دي هنشرحها كتير بعد كده لما نخش بقى في الهيستوباثولوجي. لكن انا بتكلم دلوقتي ازاي اعرف هل الكلام ده كان موجود من ساعه الولاده ولا نتيجه اولد ايج. فكل الحاجات اللي انا بوريها لك دي مرتبطه بالاولد ايج، عشان لما تبص على البرين ده تقول اه في سينايل بيجمنت، في شويه فاكيوليشن في الوايت ماتر، في دايليشن هنا للمايلين شيث او بالونين بنقول عليها للمايلين شيث، لكن مفيش واليريان ديجنريشن او دايجستشن تشامبر. لو حصل انفلاميشن والمونوسايتس خرجت من البلد وعملت انفلتريشن للبرين، استحاله تقدر تفرق based on morphology between active microglial cells and recruited monocytes from circulation. لكن ده مش موضوعنا خالص، مش بتكلم. كل الحاجات دي بيسموها physiological changes in old age، بس مفيش digestion chambers، مفيش Wallerian degeneration، الأكسونز لسه محتفظة بحجمها. فاحنا مش عاوزين ندخل دي على دي، لان احنا لسه هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل. تمام؟ هو دكتور توفيق بعد اذن سعادتك، هو دلوقتي الصوره رقم بي مش الابيض اللي فوق ده الكوربس كالوزم؟ الكوربس كالوزم لازم يكون هو جزء منه، لكن الجزء اللي عامل كونكشن ما بين التو هيمسفيرز از جون. ففي ناس يقول لك ده سيبتم بلاسيدم، فاحنا برضو ممكن نقول ايه سيبتم بلاسيدم، اي جينس او لوس اوف سيبتم بلاسيدم. يعني لازم يكون عامل كونكشن ما بين التو سيريبرال هيمسفير. فانت قارن السنتين بال14، يبقى معنى كده ايه؟ ان مفيش كونكشن ما بين الرايت والليفت، فتلاقي الدنيا مش مظبوطه خالص، دماغهم مش مظبوطه خالص، وعندهم كوجنيتيف ابنورماليتيز. اوكي شكرا. دكتور توفيق، عفوا. نعم. الليبوفيشن بنلاقيها فقط في البوست ميتوتيك سيلز، صح؟ بتلاقيها فين؟ في البوست ميتوتيك سيلز. بوست ميتوتيك؟ يا ما هو المفروض، اصل ده وير اند تير بيجمنت، يعني لازم يكون حاصل في الخلايا دي، فمش معقوله واحد هيتولد الا اذا كان عنده ديجنريشن. وده ساعات نلاقيه في الكونجنتال ديزيز اللي هي بيسموها ستورج ديزيزز. فتلاقي واحد صغير أو في السن مثلا عجل عنده 6 أشهر وعنده a lot of pigment، أو في disease تاني اسمه ceroid lipofuscinosis بيجي في القطة. أيوة. فتلاقي القطة عمية عندها 2 شهر وعمالة تخبط في الحيط ومش عارفة راحة فين، فده ceroid lipo. هنتكلم على الحاجات دي بعد كده. أوكي. بس أنا بتكلم على البرين بتاع ال 14 سنة. فأنت هتعرف نيورو أناتومي، تعرف ازاي تفحص الجزء ده، وبعدين ايه اللي غايب، ولازم تسال عن العمر. يعني ده ما اقدرش اقول ان هو كونجنتال في كلب عنده 14 سنه، there is no way ان هو كان عايش الفتره كلها الاوليه طبيعي. طيب ال في شات يا سرهد، في حد بيقول حاجه؟ انا مش شايف الشات لو سمحت. دكتور توفيق، عفوا، النقطة اللي على اليمين هاي في البي شو هي؟ في البي؟ هي نفس الحالة اللي حكيت لنا إياها المرة اللي فات؟ إيه، كلب عنده 2 سنين. لا، في البي على اليمين. مش فاهم، بي على اليمين فين؟ دي؟ لا كمان شوية على اليمين كمان دي؟ أيوة. ده سالكس، لكن الجري ماتر مش كاملة، مش شايف السمك بتاعها هنا قد ايه؟ ايوه. فتلاقي الدنيا متعرجه كتير شويه، وبعدين لو بصيت على حجم الكرونال سيكشن بتاع البرين ده هتلاقيه اصغر من الكرونال سيكشن. حتى اوفر اول بيحصل برين اتروفي. لو وزنت انسان عنده 20 سنه وانسان عنده 70 سنه،
الانسان اللي عنده 70 سنه البرين بتاعه اخف وزنا. لا دي مش حاجه, دي سالكس بس يعني, دي مش شكرا. مش حاجه جميل. طيب ايه بقى اللي يسبب لي الكونجنتال ديفورميتيز؟ مين يقول لي؟ inability to migrate لازم نقسمهم primary و secondary. ممكن يحصل silencing الجين معين او حاجة. ايوة لازم نقسمهم primary و secondary. primary caused by spontaneous, يعني حصلت لوحدها كده, or inherited single point gene mutations or chromosomal abnormalities. spontaneous يعني الولد اكتسبها لكن من 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 منه هو. inherited هي جات له من بابا او مامته, وبعدين هل هي dominant ولا هل هي recessive ولا في partial expressivity ولا هي x-linked ولا somatic ولا حاجات دي كلها. السكندري بقى ده اللي احنا بنشوفه كتير, بيجي من exposure to known teratogens. يعني ايه؟ يعني دي المسببات بتاع العيوب الوراثية. Transplacental viral infection. Viruses cross placenta. أكثر two classes of viruses تسبب congenital deformities في النيرفوس سيستم هم مين؟ Classes, not single virus. Group of viruses مع بعض. Flavi. Togavaridi. نعم. Flaviviridi. توجا فيردي أني جزء منها. برافو, هي جزء من التوجا فيردي بس أني مجموعة؟ لا مش فاكرة. بيستي فيروسز. إيه البيستي فيروسز دول؟ البيستي فلافي يا بروف. البيستي إيه؟ البيستي فلافي, فلافي فيردي. البيستي فيروسز كايزيكاو سيندروم روما ترانسميتد باي إنسكت سبايك كلاسيك سوين فيفر, كلاسيك سوين وهيري شيكر, الهوك كوليرا وهيري شيكر والهوك شيكر. بس انتم مش هتشوفوا هوك كوليرا في الوطن العربي. تمام, هي البيستي فلافي اعتقد. فلافي فيردي بيستي فيروسز. ها بي في دي ايه كمان؟ بوردر ديزيز. Border disease والهوك كوليرا فيروس او اللي هو الكلاسيك سوان فيفر. طيب ايه كمان؟ البلوتانج في البونيا, بونيا فيردي. لا لا بس دول لوحدهم. اكتر حاجه بنشوفها احنا في الطب البيطري ايه؟ ما هو البونيا بقى اللي هي الاجبان. باربو فيروسز. يب باربو فيروسز. يبقى انا عاوزك تفتكر بيستي فيروس وباربو فيروسز, وبعدين في بونيا فيردي دي هنتكلم عليها, وبعدين في اربو فيروسز, في حاجات كتيره لكن دول اهم مجموعتين. ايونايزنج راديشن. الايونايزنج راديشن تعمل ايه بقى؟ ميوتيشنز. تعمل ميوتيشن وتعمل لك ايه؟ ديث اوف ذا precursors بتاع النيرف سيلز او السنترال نيرفس سيستم. هايبرثيرميا. الهايبرثيرميا تبوظ الدنيا ليه؟ يعني انت عندك بيبي مولود عمل حراره, عنده حراره 40 ونص, تسيبه عنده حراره 40 ونص ولا لازم تخفض الحراره؟ موت البريد ستيم تقريبا. ليه بقى؟ لازم تعرف في حاجه بتطلع اللي هي البروتينز اللي بتطلع تعمل دي ناتوريشن للبروتينز. اهم مجموعه من البروتينات اللي تتاثر بالحراره هي مين؟ الانزيمات. فانت لو عملت دي ناتوريشن للانزيمز ما يحصلش اوكسيديشن, فالخلايا كلها تبقى هايبوكسيك, يحصل universal ischemia أو denaturation. non-toxic or some therapeutic chemicals. أكتر حاجة تبوظ الـ nervous system من الـ chemicals هي مين؟ mercury. mercury
هايبوثايرويديزم ليه الثايرويد هرمون مهم؟ لانه مسؤول عن تكوين المايلين ومش عارفين ليه بالظبط. فلو في حيوان عنده هايبوثايرويديزم ولاده ممكن يبقى عندهم ديس مايلينوجينيسيس. فيتامين ديفيشنسيز اهم فيتامينز مسؤوله عن سلامه الجهاز العصبي هم مين؟ فيتامين A. A. B. B. أيوة ريبوفلافين. ريبوفلافين أو ثيامين. والثيامين. ها؟ وE. ده بيعمل مايكرو أنجيوباثي في البيجز. وبالتالي لو ما عندهمش إناف فيتامين E ممكن تحصل مشكلة. بلانت توكسينز أشهر حاجة للبلانت توكسينز هم مين؟ فيراتروم كاليفورنيكم. فيراتروم كاليفورنيكم ده بيعمل سايكلوبيا. يبقى انت اي حاجه هتخبط البري ميتوتيك بريكرسرز بتاع النيرفس سيستم ممكن تعمل لك يا اما لاس يا اما ديسمايلينوجينيسيس. لو انت خدت الكناين ديستمبر ده باراميكزو فيروس وعدا الاوليجودندروسايتس اللي بتاع الفيتس اللي بيتكون، هل الفيتس ده ممكن يكون مايلين كويس؟ لا. طب في انفلاميشن في البرين فسد الفوريمن ما بين اللاترال فنتريكلز وما بين الثيرد فنتريكل، يحصل ايه للكلب؟ الانفلاميشن ده عمل ريكروتمنت لخلايا فسدت الاتصال ما بين اللاترال فنتريكل والثيرد فنتريكل، يحصل ايه للكلب؟ هيدروسيفلس. انترنال باي لاترال هيدروسيفلس. برافو. فتعال بقى نشوف الكلام ده. A typical clinical presentation is an immature animal. يعني غالبا سنة أقل. Neurological signs occurring immediately after birth or within the first weeks or months of life. يعني أنا حاسس كده هو مش طبيعي. يقول لك حاسس إنه مش طبيعي. هو أقل واحد في إخواته. مش بيتطور زيهم. تملي متأخر عنهم. لو هم ابتدوا يتسلقوا مثلا ويطلعوا على الفرش هو مش قادر. Signs are usually non-progressive. يعني تقريبا حالته بتفضل زي ما هي لفترة طويلة. وساعات يحصل تحسن طفيف. In some malformation signs may progress rapidly. إذا كان بقى فيه severe injury واخد بالك يحصل progression فظيع. In others زي Arnold Chiari أو Syringomyelia may occur later in life. هم كانوا طبيعيين لغاية 6 أشهر وبعدين ابتدى يظهر لهم مرض كده غريب معرفش جاله إيه. فهو عاوز يعرف هل ده كان نتيجة congenital ولا neonatal viral infection. The basic neuropathological pattern is deviation of normal anatomy. انت بقى ساعات تشوف الكلام ده لو انت شرحت البرين وقطعته بالستاندرد كاتس اللي احنا قلنا عليها وساعات ما تشوفهاش. Very quite subtle. يعني في بعض الأحيان لما احنا بنبص على البرين وهو لسه فريش ما نشوفش حاجة. لما تعمل بريد لوفينج وتقطع البرين ال 12 سيكشن اللي احنا قلنا عليهم دول تعمل له فيكسيشن يظهر لك ايه؟ لا اللون هنا مش مظبوط، الحته دي مش مظبوطه. ولذلك انا بفضل ان احنا نجيب البرين ونقطعه بس ما نفصلوش، يعني نخلي كل الاجزاء متصله ببعضيها بعدين نلفه في ورق واخد بالك بتاع مناديل ونحطه في الفورمالين ب 12 حته بس لازقين في بعض من تحت عشان ما فقدش الكونكشن. فلو لقيت حاجة أبقى أنا عارف أنا لقيتها فيه. الدياجنوسيس بقى ده بقى اللي هيهمك وده في الجروس بيجي كتير بقى. لو أنت لقيت ليجن لازم تقول لي هي أحد سبع حاجات. Defects of neural tube closure. يعني إيه neural tube closure؟ لو انت شفت النيورال تيوب دي قلنا فيها كرينيال بور وفيها كودال بور، لو الكرينيال بور ما قفلش يبقى البرين كله مش هيتكون لان لازم التيوب دي تتقفل وبعدين يحصل مايجريشن للخلايا فتكون لك السريبرم. لو ما قفلش من الكرينيال بور يبقى انينسيفالي مفيش برين. لو الجزء الامامي من البرين ما تكونش يبقى هولو بروزنسيفالي. لو الدورسال ارشز بتاع السباينال كورد ما قفلتش يبقى ده
سباينا بيفيدا، وده اللي احنا هنتكلم فيه واحده واحده. يبقى كلوجر ديفكت او ديفكت اوف فور برين اندكشن، لازم دي الاول وبعدين دي تليها، بعدين نيورونال مايجريشن ديس اوردر اند سالكيشن ديفكت. خلي بالك ان السب اندمال بريكورسرز بتاع النيرفوس سيستم بتهاجر وتكون لك بقى اجزاء البرين المختلفه، سته لايرز في السيريبروم. تمام، ايه هم؟ حد يعرف؟ بيلو كورتكس ونيو كورتكس. لا لا، دي اجزاء اناتوميكال. السكس لايرز بتوع النيورونز في السيريبروم هم ايه؟ المولكولار لاير، اكسترنال جرانيولار لاير. ايوه السيريبيلوم. لا السيريبروم، هي السيريبروم. صح يا عبد العظيم، ايوه اتفضلي اتفضلي يا صح. اكسترنال جرانيولار لاير، ايوه بيراميدال لاير، وبعدين انترنال جرانيولار لاير، انترنال بيراميدال لاير، وبعدين فيوزي فورم او برافو. سته لايرز دول بقى لما انت بتعمل بحث في الفران لازم تعرف، عشان لو خلل في احد اللايرز دي لازم تعرفهم، هنقولهم بعد كده لما ندرس الايه ديزيز اوف سيريبروم. وبعدين ديس اوردر اوف بروليفريشن اور سايز، يعني ايه اتكون بس مش كامل التكوين، يبقى هايبوبلاجيا. اتكون بس الدنيا ملخبطه، يبقى بايوتروفي زي السيربيلوم. بعدين انسيفالوكلاستيك ديفكت، يعني ايه انسيفالوكلاستيك؟ يعني في حاجه جت دمرت الخلايا اللي ممكن تكون الجزء ده. كلازم يعني ايه؟ ديستركشن. فالادجكتيف بتاعتها كلاستيك. انسيفالوكلاستيك يعني اشياء مدمره للبرين. Cerebellar and spinal malformation ده بقى الجزء الوراني بتاع الرومبنسيفالين، ابتدى يحصل له مشكلة. وبعدين congenital hydrocephalus and cysts. تعال بقى ناخد ايه واحدة واحدة. Neural tube defect وال defect of forebrain induction. Neural tube closure defect anencephaly. لو الروسترال كوميشور فضل مفتوح هل يتكون سريبرم؟ مفيش، يبقى البرين معظمه ما تكونش. كرينيوم بيفيدم، يعني ايه كرينيوم بيفيدم؟ ديفكت ان ذا سكال، ايوه ان ذا اوسيوس تيشو اوف ذا سكال، يا يعني في ديفكت اوسيوس ديفكت. سباينا بيفيدا ممكن يبقى الدورسال ارشز بتاع الفيرتيبرال كولم مش متكونين، او الجزء العلوي من السباينال كورد نفسه مش متكون، يبقى في سباينا بيفيدا اوكالتا وفي سباينا بيفيدا. طيب تعال بقى نشوف اول حاله فوق على الشمال، ده انسيفالي. اوه، ودان موجوده، ممكن الرقبه موجوده بس معظم البرين مش موجود، فتحت ما لقيتش حاجه، عظم. وممكن تلاقي الشكل ده، هل تعرف ده ايه؟ لازم تفتح وتشوف ايه اللي موجود. طب انت فتحت ولقيت الشكل ده، ده ديورا ماتر اهي، ام عاملة out pouching منتفخة كده مليانة مية through osseous defect in the skull، يبقى ده meningo seal. طب افرض البرين طلع معاها، يبقى meningo encephalo seal. فأنا ما اقدرش احكم على الشكل ده الا لما افتح واشوف، لقيت كده بس المننجس موجودة يبقى ده meningo seal، البرين لسه موجودة هون، لكن في cyst مش طبيعي. بعدين لازم ابص على السله التيرسيكا، البيتوتري جلاند موجوده، ده الانفانديبولر ستاك او البيتوتري ستاك، ده الاوبتيك كيازم، كوربس كالوسم، الفنتريكل يدوب مش شايفهم، ده انترثلاميك ادهيجن، ده ميزنسيفاليك اكوادكت وتكتم وتجمنتم. يبقى لازم نعرف الاسماء اللي احنا قلنا عليها دي كلها. طيب هل في كرينيال نيرف 1؟ لازم اعمل ايه؟ pushing the brain back واشوف هل في اتصال مع المناخير ولا لا. ده بقى ايه؟ meningo encephalocele. بص البرين طلع من خلال الديفكت ده، وكمان المننجس اوت باوتشنج. في بقى variations كتيره قوي. ساعات يسالوك ايه البريد، يعني في الخنازير بيجي لك حاجه اسمها meningocele وميلانوما، congenital melanoma في دراك،
دي يو ار او سي، فاللي بياخد الامتحان لازم يعرف الكلام ده. هنا منينجو انسيفالوسي، البرين طالع والمنينجس عامله اوت باوتشنج بس متجزئه لفتحات او سيست. اذا البرين قاعد فوق السكال يبقى ده اكسنسيفالي، اكسنسيفالي يعني البرين الخارجي زي اكتوبيا كوردز، اكتوبيك برين. وده ممكن تشوفه بالاشعه وممكن تشوفه. احنا كان عندنا حاله السنه اللي فاتت كانت في تشيكن، لقينا انتفاخ قطعت في النص لقيت البرين قاعد كده فوق السكال، فده اكسنسيفالي. حد عنده اي سؤال؟ يبقى كل ده كرينيوم بيفيدا. يعني ايه؟ ان في خلل في العظم بتاع السكال، وبعدين نتيجه ان البرين بريشرد اورجن فجزء منه هيخرج. لو خرجت المنينجس لوحدها اقول عليها ايه؟ منينجوسيل. منينجوسيل. لو خرجت المنينجس والبرين منينجو انسيفالوسيل. لو البرين قاعد فوق السكال اكسنسيفالي. نفس الحكايه في السباينال كورد، الحتت اللي بتكون الفيرتبرا من فوق دي اسمها دورسال ارشز، المفروض ان هم يلحموا ويقفلوا، فده طبيعي. هنا في فتحه يبقى ده على طول ايه؟ سباينا بيفيدا. وساعات جزء ما يبقى فيه هنا ايجينيسيس، يعني ممكن تلاقي ان الفيرتبرا كلها ناقصه وجزء من السباينال كورد ناقص، فده يقولوا عليه سباينال كورد ايجينيسيس. واذا كانت بس في الجلد وفي العظم لكن السباينال كورد طبيعي نقول عليها سباينا بيفيدا اوكالتا. اوكالتا يعني ايه؟ يعني مخفيه، مش واضحه قوي. وده بيبقى التداعيات بتاعتها او الاثار بتاعتها اقل من السباينا بيفيدا العاديه. ده في كاف. حد عنده اي سؤال او اي كومنت؟ نيجي بقى لتاني نوع. لو التيوب دي ما قفلتش والبرين اتكون منه جزء لكن الجزء الامامي ما قفلش، the more common malformation holoprosencephaly. يعني ايه؟ يعني السيريبرال هيمسفيرز يا اما فضلت ملتحمه مع بعضيها كتله واحده او ما اتكونتش او ما فصلوش، فهما بيبقى small monoventricular cerebrum remains undivided into two hemispheres. ايه ده؟ البرين كتله واحده، ما فيش right cerebral hemisphere و left cerebral hemispheres وما فيش falcus cerebri. ففي انواع منهم واهبلك ان ممكن تشمل الاولفاكتوري بالب بس ما يعرفش يشم، لكن holoprosencephaly بيبقى عنده midline facial abnormalities، يبقى الوش نفسه مش متكون صح. أسيد حمد الله حتوم. يحصل لك cyclopia. أنا راس كاف. زي الإيه؟ المونستر. زي الوحش كده اللي بيظهر في الأفلام، عين واحدة. وفي عدم انفصال ما بين palatine processes كلهم كتلة واحدة، أو proboscis المناخير، loss of many facial bones including the premaxilla. فالكلام ده اللي انا نويت عنه المره اللي فاتت بنشوفه كتير قوي في الكاملز والكاملز بالذات او جمال العالم الجديد الباكز. فانت بتدور على الفيشل لينث، شوف طول الوجه قد ايه، ان المناخير لازم تبقى في النص، يبقى في سيمتري ما بين التو نيرز، يبقى في سيمتري ما بين الليبس، العينين الريشيو بتاعتها للسكال موجوده 1:5، واخد بالك البوزيشن بتاعها طبيعي وهكذا. طيب لو انت بقى شلت السكال دي او الكالفيريوم، لازم تشوف الكرينيال نيرف جوينج ثرو كريبريفورم بليت. دي الاوبتيك كياسب ودي سيلا تيرسكا، بعدين ده الفورث والترايجيمنال، واخد بالك، وتلاقي الدنيا مظبوطه، الاوكسيبيتال كوندويلز مظبوطه وهكذا، يبقى السيمتري موجوده، الفيشال لينث كان مظبوط، البوزيشن بتاع النيرز والايز مظبوط. طيب نيجي بقى الواحد اتولد وجالنا المستشفى بالشكل ده،
ما يعرفش يتنفس الا لو عمل راسه فوق كده، مش طبيعي. وبعدين ستريسد الصوره بتاعته زي ما يكون يعني بيموت. وجالنا بقى حاله خطره جدا دي، هنا بقى الفيشيال ريشيو مش مظبوطه خالص، العين كبيره، المناخير صغيره جدا، مفيش فتحات شايفها، فبرضو نفس الطريقه فتحنا مفيش كرينيال نيرف 1، الكريبري فورم بليت سد، مفيش حاجه كونكشن، البرين فيري كونجستد. دخلنا من النير مفيش، لو انت قارنت النيزل كونكا بتاع نورمال تو ذا ليفت والبرين اهو، لو انت حطيت هنا بروب هتروح للنيزوفارينكس مفيش مشكله. لما حطينا البروب لقينا في عظمه موجوده فاصله الكونكا عن النيزوفارينكس، ومفيش اتصال للبرين مع النوز، ضيقه جدا الفتحه بتاعتها دي، العظمه اللي احنا خبطناها لما عملنا البروبين. البريماكزيلا تقريبا مش موجوده، وبعدين البرين ما فصلش كويس في بعض الحالات. برضو يجي حاجه اسمها ايه بقى، مين يعرف لو ما فيش بيتوتري جلاند موجوده في هيومن بيبي بيسموا الكلام ده ايه؟ معرفش حد يعني حد مر بالمعلومه دي ولا لا، اسمها empty cella syndrome. empty cella stella syndrome، لان الحته دي اسمها سيلا تيرسيكا، فلما ما يكونش في بيتوتري جلاند نقول عليها empty cella syndrome. ايوه، فايه اللي بيحصل؟ الروف اوف ذا ماوث يحصل له dorsal curvature، والفلور اوف ذا hypothalamus يحصل له ventral curvature، بيكون باوتش اسمها راثكس باوتش. دي تعمل لك الادينو هايبوثيسس اللي هي الانتيريور بيتوتري جلاند، وبعدين يحصل التحام ما بين الباوتشنج بتاع الهايبوثالاموس ده، وده يعمل نورو هايبوثيسس، الاثنين مع بعض يكونوا لك بيتوتري جلاند، وبعدين يجي الروف اوف ذا ماوث او البالاتين بروسيس تبقى يعني مستقيمه كده، ويحصل انفصال ما بين الاثنين بعد ما الانتيريور بيتوتري تلتحم مع النيور هايبوثيسس وتكون البيتوتري جلاند. هنا النوز وهنا السباينال كورد. فلما تيجي هنا عملنا ساجيتال سيكشن، الالباكا ده مات على طول بعد كذا ساعه، ما كانش طبيعي، وكان راسه بتتهز وعينه ما بتشوفش، فعملنا ساجيتال سيكشن لقينا الشكل ده امتي سله، مفيش بيتوتري جلاند، لكن مفيش هيدروسيفلس جامد، واخد بالك؟ مفيش هولوبروزنسيفالي، الكرينيال نيرفز موجوده انكلودنج كرينيال نيرف 1، لكن الدنيا هنا مش مظبوطه، حصل شويه كونجشن نتيجه وجود الرافكس باوتش. فاذا سمعت رافكس باوتش معناها ده اوت باوتشنج اوف ذا روف اوف ذا ماوس، وده هيكون الادينو هايبوثيسس او الانتيريور بيتوتري. طيب هيدروسيفلس and other anomalies of cerebrospinal fluid pathways اللي احنا قلنا عليه. هيدروسيفلس defined as enlarged part of the ventricular system، ممكن يكون lateral، ممكن يكون lateral وthird، ممكن يكون lateral وthird وfourth، ممكن الميزنسيفاليك aqueduct. إذا ظهر كميات كبيرة من السيريبروسبينال فلويد لازم تقول يونيلاترال ولا بايلاترال. طيب أني جزء حصل له انتفاخ؟ إذا كانت within the ventricular system أقول عليها internal hydrocephalus. إذا كانت بره البرين، الجزء اللي هو بيخرج في السب أراكنويد سبيس ده، أقول عليها external hydrocephalus. إذا كانت في الاثنين يبقى communicating hydrocephalus. معظمهم اللي احنا بنشوفهم نون كوميونيكيتنج هيدروسيفلس. Not common and usually assume the form of bilateral symmetrical dilation of the ventricular system without any detectable macro or microscopic lesion. انا جالي بوكسر
البرين تيشو بقى حوالي ربع المفروض يكون موجود، والكلب تماما طبيعي، ما فيش اي congenital abnormalities ولا neurologic symptoms. شواوا، يوركشاير تيرير، شيتسو، دي البريدز اللي بتجيلها في الكلاب كبيرة. البوكسر ده شفته عندنا هنا في المشرحة. Have much larger intraventricular volume compared with their cohorts, but this distension may just be normal physiologic finding. لذلك دماغهم مدورة أزيد من الطبيعي. طيب هنيجي بقى نعمل الكرونال ليفل سكشنينج بتاع البرين. Bilateral, lateral ventricles, third, mesencephalic aqueduct ventral. Fourth, يبقى هنا كل الـ ventricular system dilated و bilaterally symmetrical. طيب ايه الحاجة التانية اللي انا هبص عليها لما اقطع البرين؟ احنا قلنا symmetry. ايه الحاجة التانية؟ ratio. الratio. هل الـ white matter هنا طبيعية؟ قليلة. يبقى في هنا ايه؟ white matter loss. ده نتيجة البريشر اتري. حتى الوايت ماتر بتاع السيربيلم برضو قليلة. الوايت ماتر هنا قليلة جدا. Non-communicating hydrocephaly, the secondary teratogen induced type of non-communicating hydrocephaly, the result of partial or complete obstruction obstruction of normal cerebrospinal fluid. Okay. وبعدين لازم بقى النيورو ايميجينج extremely useful عشان تشوف الكلام ده لما يكون في بريشر موجود، لان لو البريشر راح في بعض الاجزاء اللي كانت منتفخه ما بتبقاش واضحه قوي. طيب في حاجه اسمها ايه بقى؟ hydrocephalus ex vacuo. يعني ايه بقى؟ ده يا اما اتولد بيها يا اما حصلت له early postnatal. طب انا عندي بريشر جوه الventricular system، تقريبا في بريشر مساوي له في النيورال تيشو اللي حواليه او البيري فنتريكولار تيشو. لو حصل لي انسيفالوكلاستيك ايفنت، يعني ايه انسيفالوكلاستيك؟ لو حصل ديستراكتيف ليجن للتيشو اللي حوالين الشيمبرز بتاعه الفنتريكولز دي، ايه اللي يحصل للفنتريكولز؟ تتمدد لانها اندر بريشر وما عادش فيه بريشر حواليها. فأي حاجة فيها بريشر وما يكونش فيه كاونتر اكتنج بريشر حواليها تتمدد زي اللنج، فالبرين بيتمدد. ده اسمه اكس فاكيو. ليه؟ لأن فيه فاكيوم حوالين الفنتريكولار سيستم، فالفنتريكولز هتتمدد عشان تملاه. Is not necessarily dependent on any change in hydrostatic pressure. يعني البريشر ما زادش وما فيش obstruction، لكن loss of material حوالين البريشر تشامبر خلاها تتمدد، لان ما عادش فيه تعادل في القوة ما بين الضغطين اللي بره واللي جوه. حلو كده؟ طيب هيجيبوا لك بقى بوفاين ويقول لك اديني مورفولوجيك دايجنوسيس و 3 differential diagnosis. مين يقول لي بقى؟ ادي ال MRI، ادي ال gross specimen، قطعوا البرين ستيم وبعدين حفظوا جزء من البرين بالشكل ده. مين يقول لي فيه ايه بقى في البرين ده؟ bilateral symmetrical hydrocephalus of the two lateral ventricles. Bravo. Bilateral internal hydrocephalus severe. Bravo. Symmetrical. Symmetrical. Bravo. Differential. لا لسه انت ما خلصتش. بص بقى اللي تحت ده. هايبو. في سيست. سيست. هل السيست ده، بص بقى انا عاوز بقول لك حاجة مهمة جدا. هل السيست ده communicating مع الventricular system ولا non-communicating؟ Non-communicating. طب اسميه ايه؟ Hydrocephaly. لا لا تعجلش. إذا كان في cavity في البرين not communicating with the ventricular system أسميها إيه؟ Porencephaly.
بورنسيفالي برافو بورنسيفالي. الهيدران انسيفالي بقى لو البورنسيفالي دي بقت كتيرة قوي والتيشو بتاع البرين بقى خلاص يعني عامل زي ورق السيجارة او الفنتريكلز دايليتد خالص ده اقول عليه هيدران انسيفالي. طيب ايه بقى التلاتة ديفرنشال اللي انا ممكن اقول عملوا كده في البرين ده؟ تلاتة كوزس يعني؟ ممكن اول حاجة احط البلو تانك. بلو تانك برافو. احط ال احط ال لا البي في دي عملش كده. احط ال احط اسمه اللي هو بقى اللي هي الاكابان. اكاباني اكاباني فيروس. اكاباني. اكاباني فيروس برافو. والكاش فالي. كاش فالي فيفر ياب. لهم اخوات بقى هم ثلاث اخوات كده. الانو فيروس برضو من اليابان. ممكن احط الانو فيروس دول قلنا من اليابان او طلعوا من اليابان. الريفت فالي ممكن. سيفير مالتي فوكال باي لاترال بورنسيفالي وذ ديفيوز باي لاترال هيدروسيفلس او سيمتريكال. بعدين ده سيريبرال فيرال بورنسيفالي بلو تانج ان ذيس كيس ويتش از موست كومن ان كاتل. Though it more typically causes hydran encephaly. In utero blue tongue virus infection, Pisti virus rare, Akabani, Bonia virus, Australia, Rift Valley fever, whistle bone disease, anovirus, anovine Cache Valley fever, border disease virus, all of the above except BVD and copper deficiency. كل ده ممكن يأثر على large ruminants or small ruminants. فلازم يبقى عندنا خصوصا احنا بلاد مفتوحة بنستورد من كل دول العالم فلازم نبقى عندنا معرفة بالحاجات دي لان ممكن تظهر في حالة فلازم تبقى انت عندك استعداد ان انت تشخص. تملي بيحصل فحص بالMRI وده اسمه sagittal MRI two way image revealing patent connection between the lumen of the quadrigeminal cyst cyst and the third ventricle. وبعدين في herniation through the foramen magnum يحصل coning للcerebellum. تاخد الحالة gross تلاقي نفس الحاجات اللي هي كانت موجودة. ده interthalamic adhesion, the lateral ventricle, the caudate nuclei, the rostral commissure, the infundibular stalk, the mesencephalic aqueduct. فاهم؟ السيست اللي كان موجود هنا ضاغط على البرين واللاترال فنتريكل دايليتد خالص. ده سنجلر جايروس. فساعات يعني بيطلب ان انت تحقق له التشخيص بتاعه بصوره من الجروس عشان ينشر فلازم تبقى مماثله بالظبط للي هو ورهولك. قطعنا ساجيتال سكشن حصل كونينج للسيربيلم. الجزء ده اسمه فيرمس وده الفنترال بورشن بتاع الفيرمس حصل له كونينج فتلاقي البرين ستيم مسحوم والكلب ابتدى يبقى عنده اعراض عصبيه جامده جدا او العجل او الحصان او اي حاجه. سيست هاز كولابسد مش موجود but markedly enlarged space induced compression of the occipital lobes and cerebellum with cerebellar coning. There's also dilation in the lateral. دكتور توفيق مش انا حاسس ان السيربيلم مضغوط من فوق كمان. ما اكيد من السيست. لا انا قصدي مستوى مستوى يعني من فوق مش من نفس مستوى مش مناسب المفروض يبقى عالي فهو السيست ضغط عليه وعشان كده خرج. ليه بقى؟ لان البرين سويلنج اخطر حاجه ممكن تحصل لان انت محاط بعظم من كل ناحيه. وبالتالي لو البرين تمدد مفيش مكان يسع التمدد ده فلازم يدفع جزء منه بره. اكتر حاجه بيحصل لها pushing outside هو الفيرمس اوف ذا سيربيلم. بص بقى كل دي واحده اسمها فوليوم دول فوليا. بص الفوليا هنا كومباكت هنا ماشيين كويس مش مضغوطين قوي فشايف هنا قريبين من بعض. طيب ده بقى ألباكا. الشكوى ان هي عندها wide base stance
يعني لازم تفرشح رجليها عشان تعدل نفسها والا تقع. طيب خبط على على السكال، في فتحات كبيره قوي في السكال، فانتانيل دي اسمها فانتانيل، فليرد فانتانيل، فما حصلش كلوجر هنا، وبعدين في سيفير هايدروسيفالس. ايه بقى اللي حصل؟ most commonly seen in fetal lambs. ال anterior brain كله ما تكونش. associated with cyclopia. وفي بعض العظام بتاع الوش برضو ما تكونتش. يقول لك ايه الكوز؟ ingestion of veratrum californicum at 14 days of gestation. لازم ياكلوها في الفترة دي. ولازم تبقى يعني كميات كبيرة شوية من من النبات ده. Experimentally لما عملوا الاكستراكشن للاكتيف برينسيبل اسمها سايكلوبامين انجيرفين انهبيت كوليسترول سينسيتس، مفيش كوليسترول بيكون في الفيتس ده، وبعدين لقوا ايه؟ ان الكوليسترول ليفل انهبيت ترانسكريبشن اوف سونيك هيدجهوغ جين اس اتش اتش. ما يهمش الكلام ده للي بيذاكروا، لان ساعات بيسالوك في الامتحان الكوز بتاع السايكلوبيا one of the following، اختار كذا جين كذا جين كذا جين، فده اسمه sonic hedgehog gene او SHH. تيجي بقى ايه بقى؟ ده البرين لما فتحوا المخ بتاع الحيوان ده، ملقوش الا بس ده بس كده. دول البونز والكولوكيلاي سيربيلم، بعدين في الكراس سيربراي تحت، لكن ما فيش سيريبرم خالص، وعين واحده، مفيش نوز، مفيش بريماكزيلا. الماندبول واللسان متكونين طبيعي او صغيرين شويه لكن موجودين. ايه بقى المورفولوجيك دايجنوستس لحاله زي كده؟ طبعا اول حاجه هولو بروزنسيفالي، يعني الفور برين كله لم يتكون. وبعدين في سن اوف ثالميا، سن اس واي ان اوف ثالميا، يعني عين واحده. اي حاجه كانت المفروض تنفصل الاثنين وفضلت ملتحمه نقول عليها سن اس واي ان. اجينيسيس اوف كوربس كالوسوم، واو، ده بيحصل في الكلاب الصغيره وفي العجول ممكن، كونجنكشن وذ اذر مالفورميشن، لكن ما فيش اتصال ما بين السريبرم والرايت والليفت سايد. طيب الفنتريكولر سيستم لايند باي وات تايب اوف سيلز؟ ابندما. واللي تحت الابندما بنقول عليهم ايه؟ سب جيرمينال نيورونال بريكورسرز. هما بيهاجروا ويكونوا من جوه لبره layer 6 layer 5 layer 4 layer 3 layer 2 layer 1. layer 1 ده المولكيولر layer، وبعدين يجي لك ايه؟ external granular layer و external pyramidal layer، وبعدين يجي لك ايه؟ internal granular layer و internal pyramidal layer، وبعدين اخر واحده اللي عند الوايت ماتر اسمها fusiform layer او مختلطه مع بعضيها. يبقى ايه؟ external molecular، external granular، external pyramidal، internal granular، internal pyramidal، and fusiform. يبقى في ست طبقات من النيورونز في السريبرم. Okay؟ طيب الميجريشن بقى يخلي البرين له شكل محدد، ان في اجزاء منخفضه وفي اجزاء مرتفعه، سالكاي وجيراي. طيب حصل لي abnormal formation، في حاجة interfere with the normal migration of the post-mitotic neuroblast and glioblast population derived from the subendymal plate zone. ليه بقى؟ التفرعات بتاع الجليال سيلز دي هي عاملة زي السقالات أو الفريمورك، لو هي مش جاية صح يبقى السلكاي والجيراي مش هيتكونوا صح. طب إيه اللي ممكن يحصل للبرين بقى؟ إن مفيش جيراي، كله فلات، يبقى ده ايجايريا.
او لسن سفل. في جيراي بس مش عددها كفاية باكي جيراي. في جيراي كتير قوي اكتر من الطبيعي يبقى ده مايكرو بولي مايكرو جيراي. الجيراي لسن سفلي الجين المسؤول عن التكوين الجيراي دي اسمه لس وان، وبالتالي لو حصل فيه ديفكت يبقى فيه جيراي. باكي جيراي في fewer but widened gyral convolution with shallow sulci. Polymicrogyria is due to excessive cortical folding with gyral fusion. فتلاقيها البرين شكله عامل زي ما يكون كله حفر ونتوءات و irregularly convoluted cortical gyri. الشكل ده cat morphologic diagnosis histology. مين يقول لنا الحالة دي؟ لسنسيفالي هيستولوجي. هتشوف ايه بقى؟ اظن هيبقى فيه ابسنس في النيورونز. هي الريجولار كلاسترينج، تلاقي جزء فيه مجموعه مضغوط قوي وبعدين جزء مفهوش. برافو. ده لسنسيفالي او باكي جايريا. لاسا ابسو واير فوكس تيريرز، ده نوعين من الكلاب. كات كورات كاتس، بنشوف الكلام ده في نوع من الكورات كاتس. سموث كورتكس و ثيكن كورتكس، راندوم بندلز اوف وايت ماتر سكاتر ثرو ذا كورتكس اند ذا نيو كورتكس از ماتش ثيكن. خلي بالك البرين بتاع اللاب انيمالز والدواجن مفهوش جايراي، وبالتالي لما تجيش للاب animal زي كلب بتاع ده فار او ماوس او جينيا بيج وتقول عنده لسنسيفالي، ده طبيعي. ايه الجينات المسؤوله؟ دبل كورتن فيلامين 1 لسنسيفالين 1 او ريلين جينز. برضو اللي عاوز يذاكر دول الاربعه اللي بيبقى عندهم مشاكل. حد بقى غير عبد العظيم ياخد الابر هاف. مين يفضل؟ هي دي كده تبقى باكي جاريا. برافو. عشان جاي لكن عددها كبيره قوي. برافو. بس مش لسن سيفل. لا مش لسن. تمام. مين اللي ياخد بقى الجزء اللي تحت على اليمين؟ بولي جاريا. بولي مايكرو جاريا. ياب. مايكرو polygyre. Good. لو جيت بقى انت عملت submicroscopic appearance او low power خالص، تلاقي layering بتاع الكورتيكال neurons بايظة خالص، جزء مفهوش وجزء مسحوم، وبعدين اللامنة ده يعني thickened زيادة عن اللزوم، فتلاقي الدنيا مش مظبوطة، وبالتالي الcommunication في السيربرم هنا، لكن السنجلو جيروس موجود، الكوربس كولوسر موجود، ده الكوديت نوكلياي internal capsule، يعني معظم الحاجات التانية موجودة لكن ملخبطة، يعتبر نوع من الديسبلاجيا. طيب نيجي بقى لترمين مهمين قوي، ماكروسيفالي وميجالينسيفالي. خلي بالك ماكرو ومايكروسيفالي ده على الراس كلها الهيد، لكن لو انت عاوز تقول برين اكبر من الطبيعي يبقى ميجالينسيفالي. Megalencephaly the absolute increase in the size of the brain. Macrocephaly ده الهيد كلها على بعضها. غالبا هيبقى سببها congenital hydrocephalus، لكن في اسباب تانية ممكن تعملها. Microcephaly congenital defect resulting in a brain of smaller than usual size and weight due to relative lack of both gray and white matter. Microcephaly. ايه اشهر حاجه بقى بنتكلم عنها دلوقتي تعمل مايكروانسيفالي؟ زيكا ده هيومنايزد ماوس. عملنا تجربه، جبنا
فار من نوع معين اسمه راج هيوم مايس، وعملنا لهم راديشن وهم لسه عندهم يوم، فما عندهمش اميون سيستم خالص. وبعدين حقناهم بستيم سيل من هيومن امبريو بتاع ليفر وبتاع ثايموس وبتاع بون مارو، فيتكون عنده جهاز مناعي بتاع هيومن، فنقول عليه هيومنايزد مايس. بعدين يبقى عنده قابليه للاصابه بالزيكا، حقناه وهو عنده 11 يوم. اللي على اليمين ده الكنترول والشمال ده الزيكا. هتلاحظ حاجتين، ان الاوفر اول لينث اوف ذا برين بتاع الانفكتد انيمال از شورتر ذان ذا نورمال، وان الوايتش ديسكالوريشن في الافكتد برين ملحوظ قوي مقارنه بالنورمال كنترول. اوكي، وزن الفار على بعضه كله بقى حوالي تلت الوزن بتاع الأدلت راح، يعني مثلا ده يوزن 100 جرام ده يوزن 70 أو أقل. دول الماوس نمبرز، وإيه الأماكن؟ الهيبوكامبس، CA3، كورتكس، سترياتم، ventricle, cerebrum, thalamus, hypothalamus, brain stem. فتلاقي معظم الحيوانات عندها مشاكل في معظم المناطق، لكن اكتر حاجة في الكورتكس. بقت ثينر خالص في الحيوانات اللي محقونة بالزيكا. تيجي هنا الكورتكس اهي، ده الهيبوكامبس. بعدين عملنا امينو هيسكيمسي، بص كمية الفيروس الموجودة. وبعدين هنا الستراياتم، وبعدين في السيريبرم سيربيلم، ده كنترول وده انفكتد. الهيبوكامبس متدمر خالص، دي الدنتيت جايروس CA1 CA2 CA3، دول كونس امينس 1 2 3. 3 دي بتاع سباتشال ميموري، يبقى الفار ده لو كبر يبقى عنده مشاكل في الذاكره المكانيه. لو انت حطيته في مكان عشان يروح يجيب الاكل ويخش في متاهة ما يعرفش يروح. وبعدين لما تشوف بقى الاسترياتم برضو ميد برين في كالسيفيكيشن. بص كنترول هيبوكامبس مع افكتد هيبوكامبس متدمر خالص، كل اللايرز متدمرة بس بالذات 1 و2. ده باي لاترال، ساعات تلاقي one side is more affected. دي الدنتيت جايروس، ده ثيرد فنتركل، ده الهيبوكامبال فورميشن. وبعدين لقينا في مينراليزيشن، وده اللي مخلي البرين يبقى وايت. فده برضو يساعدك ان انت تعرف الاماكن دي عشان لما تعمل تجربة تبقى عارف بتقطع فين، وبتقارن الاجزاء دي بالاجزاء دي. ممكن تجيبها يونيلاترال في ساجيتال سكشن، ممكن تجيبها كرونال سكشن عشان تشوف البايلاترال سيمتري. لقينا في هيموريج وفي لوس، لكن يونيلاترال سيفير. طيب encephaloclastic defects بقى، في حاجة جت دمرت البرين أثناء تكوينه. إذا البرين ده اتدمر هيبقى liquefactive necrosis، فهيكون مية ويعمل cyst. إذا كان في أي cavity في البرين filled with fluid not communicating with the ventricular system أقول عليها porencephaly. طيب hydran encephaly ده بقى عبارة عن إيه؟ ده global destruction of pre-existing tissue of cerebral hemisphere. يبقى ده ex vacuo، يبقى أنا كان عندي ضغط في التيشو ده وراح، يبقى الventricle هيحصل لها إيه؟ تقعد توسع 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 لغاية ما تخلي البرين كله يروح. البرين يتحول إلى إيه بقى؟ huge fluid filled sacs contained by the intact leptum meninges. هي بدأت في الventricular system يبقى hydrocephalus، بدأت في cyst not communicating يبقى porencephaly. بعدين تلاقي البرين بقى ما فيش حاجة فضلت خالص إلا ده، يبقى ده hydran encephaly. واضحة؟ طيب cyst ده أسميه إيه؟ أنا بشاور عليه.
ايه بقى اللي يعمل الكلام ده؟ فيروسس، معظمها فيروسس. فلاين بان لوكا لوكوبينيا باربو كيتن. ايه الحاجات اللي ممكن يعملها الباربو في الكيتن؟ هايبوبليجيا اوف سيربيلمن، ديسبليجيا اوف سيربيلمن، بيركنجي سيل لوس، هايدران انسيفالي، كلاسيكال سواين فيفر، بيستي فيروس، بيجلت، ديس مايلينوجينيسيس. يبقى مين اللي اتضرب؟ لو انا ما كونتش مايلين كويس يبقى اني خليه اتضربت في التكوين. أوليغودندروغليا في السنترال نيرف سيستم، وشوان سيل في البريفرال. برافو. سيربيلر هايبوبليجيا، بوفاين فيروس داريا، بيستي فيروس، كاف لام، هيدروسيفلس، سيربيلر هايبو اور ابليجيا ما يكونش خالص. بروزنسيفالي الجزء الامامي، هايبوميلينيشن، poor encephaly in lambs. Akabani virus, Cache Valley fever virus, the orthobunia virus, hydran encephaly, arthrogryposis, cerebellar hypoplasia, poor encephaly. خلي بالك لو لقيت الاثنين دول مع بعض لازم تقول لي Akabani virus او Cache Valley fever virus. Blue tongue orbi virus, lamb cap, hydran. Canine parvovirus, cerebellar hypoplasia dysplasia, Kozan virus, hydran encephaly cerebellar hypoplasia, the orbi virus, anovirus, orthobunia virus, border disease virus, pesti virus. ولذلك لو انت جمعتهم هتلاقي parvovirus, pesti virus هم اكتر حاجه. blue tongue orbi وبونيا والويسلبورن ده نوع تاني من الفلافيفيروس. يبقى انا اعتقد عبد العظيم لخصها لنا لما قال في الاول فلافيفيريدي، يعني معظمهم فلافيفيريدي، البيستي والويسل بورن فيروس. طيب حاجتين بقى تسمع عنهم في الهيومن وبنلاقيهم في الكلاب. الحته اللي بتكون بيسي اوكسيبيتال بون اللي هي بتاخد الفيرمس بتاع السيربيلم اسمها كودال فاسا، دي مهمه قوي لبتوع الاشعه. يقول لك ايه؟ هي شورتر ذان يوجوال، شالور ذان يوجوال، كبيره عن الطبيعي. يعني الجزء المقوس من السيربيلم البون المحيط بيه اسمها كودال فوس. ده بقى ما فيش سيربيلم متكون خالص، ايجينيسيس او الجرانيولار سيل لاير هايبوبليجيا او بليجيا ما تكونتش. خلي بالك الحيوانات نوعين، نوع زي البني ادمين ياخد سنتين عشان يعرف يمشي ويجري ويلعب، مولود امه لازم تشيله ما يقدرش يمشي، فده معناه ايه؟ ان هو عاوز مايجريشن من اكسترنال جرانيولار لاير للانترنال جرانيولار لاير. كل ما يعمل حركه مجموعه من الخلايا تهاجر، واخد بالك، وتروح من بره لجوه، وبعدين هو يبتدي يعمل ريفايننج للموتور سكيل دي. زي ما بتكون بتركب عجله، اول مره ركبت عجله مش عارف تسوق او متلخبط وبتقع، وبعد كده تبتدي تبدل، ها خطوه واثنين وتقع، بعد كده اربع خطوات، بعد كده ثمان خطوات، بعد كده تمشي نص كيلو، بعد كده خلاص بقى ما عندكش مشكله بتركبها وانت نايم. ليه؟ النيرف كوندكشن بيعمل حاجه زي تريد باث او بيحفر ذاكره. كل ما تعمل الاكتيفيتي دي كل ما الذاكره دي تزداد عمقا حتى تصبح جزء اصيل من الموتور سكيلز بتاعتك. جراح بيقطع بطريقه معينه لازم تتعلمها، ما تقدرش حد يقول لك اعملها وتعملها، لازم ايديك يحصل كوردينيشن ما بين العضلات وما بين المخ. ده بيحصل في معظم الحيوانات الماملز بس بتختلف الفتره. في الكلاب يحتاجوا مثلا ايه؟ اسبوعين لاربع اسابيع. الحصان سنه عشان الاكسترنال جرانيولار لاير كلها تهاجر من بره لجوه. الغوريلا سنتين زي الهيومن. في بقى الانجوليتس زي الويلدبيست في افريقيا، ده يتولد بعد او بعض الجمال بعد نص ساعه يقف، بعد ساعتين يمشي. فما فيش مايجريشن الا بسيط جدا من الاكسترنال، واخد بالك، للانترنال. الزيبرا يجري ورا امه مثلا بعد يوم ما عندوش مشكله.
فبعض الحيوانات بتتولد وتحتاج وقت، وبعض الحيوانات على طول بيحصل migration وrefining للموتور سكيل. يبقى مهم جدا تعرف نوع الحيوان. لو جالي فول وعنده 6 اشهر ولقيت شويه external granular cell layer اقول عليه cerebellar amyotrophy؟ لا، ان الخلايا دي هتحتاج سنه عشان تهاجر. طب جالي زيبرا من جنينه الحيوانات وعنده 6 اشهر ولقيت فيه external granular cell layer، يبقى ده على طول cerebellar amyotrophy. بعدين hypoplasia under formation او dysplasia. طب اعرف الdysplasia ازاي؟ البركنجي سيل فيها اكتوبيا، مش 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 في الجانكشن ما بين المولكيولر والجرانيولر لير، اوريها لك بالهيستولوجي. بعدين هايبوميلينيشن، الوايت ماتر قليله قوي، مش ممكن يكون ده طبيعي. داندي ووكر سيندروم وارنولد تشياري سيندروم، ودول لازم نعرفهم يعني ايه، بس دول هيتعلقوا بالكود الفصه اللي انا قلت لكم عليها، وهوريكم صورها لما نروح للحاجات دي بالتفصيل. طيب clinical symptoms of cerebrocortical abnormalities او cerebellar cortical abnormalities: cerebellar ataxia with head tremor. الhead tremor ده يعني هو مش عارف يسند راسه، فيقول لك الhead carriage او الحمل بتاع الراس مش مظبوط. وintention tremor يعني اول ما يوطي راسه عشان ياكل تلاقيه بقى جسمه كله بيتهز. وفي truncal ataxia لما يمشي جسمه كله بيتمرجح. وسيمتريكال هايبرمتريا يعني هو عاوز يمشي، فبدل ما يظبط الخطوه بتاعته تلاقيه بيمد رجله فوق زياده شويه، فاكنه اوفر ستيبنج او هايبرمتريا. سبستيسيتي اند برود بيز ستانس، لانه مش قادر يصلب طوله فهيقع. فكان الجمال بتاعتي في الدكتوراه كده اتولدوا عندهم سيربيلر هايبوبليجيا، لازم يفرشح رجليه القداميين والا يقع على طول. ايرلي اونست، ده الجمل بتاعي ده على طول في خلال الاسبوع الاولاني ابتدى يوريني الموضوع ده. There is progressive reduction in the Purkinje cell population especially in the vermis and paramedian lateral lobes. يعني في الجزء المقوس العلوي من السيربيلم وعلى طول الجزء الداخلي من السيربيلر هيمسفير. Cerebellar agenesis يعني complete cerebellar afformation، مفيش. This is well known in calves, particularly in cemental breed. These calves are unable to stand after birth or even to ride themselves in sternal position. ولا عارف يقف ولا عارف يقعد على رجليه، لازم ينام على جنبه. Selective agenesis of the vermal lobule, the جزء اللي هو العلوي. Even though the lateral lobes appear morphologically intact and of normal size. طيب ناخد حد بقى تاني غير اللي هم جاوبوا يشرح لنا بقى الفرق ما بين الكنترول على اليمين والأفكتد على الشمال. مين يتفضل؟ حد يتفضل يشاركنا رأيه؟ عفوا دكتور، ممكن؟ تفضل يا هواي. أولا في أتروفي بالفيرمس أجينيسيس. حلو، بص بقى إيه الفرق بين الفيرمس أجينيسيس والأتروفي؟ إيه الفرق؟ الاتروفي اتكونت وبعد كده حصل فيها مشكله. لكن دي اجينيسيس، خلي بالك الفيرمس اجينيسيس لم يتكون من اساسه، فما تخلطش التو تيرمس يا هواري. اتروفي يعني ايه؟ كان موجود وراح. ايوه فلازم تسال عن العمر، الحيوانات دي لسه مولوده. اوكي، فيبقى ده ايه بقى؟ ده الجزء ده اسمه فيرمس، وده right cerebellar hemisphere وده left cerebellar hemisphere. هنا لو انت بصيت هتلاقي right cerebellar hemisphere موجوده والleft cerebellar hemisphere موجود، مين اللي ناقص؟ الفيرمس، الجزء الكودال منه ده، يعني في جزء موجود اهو
لكن ده اللي مش موجود. برافو. سيربيلر هايبوبليجيا، مين بقى يوصف لي ايه اللي حصل ما بين الكنترول وما بين ده؟ افكتد على الشمال اهو والكنترول على اليمين. اوصف بقى الكلام ده ازاي للطلبه؟ يعني انا عاوز اشرح الكلام ده للطلبه اقول لهم ايه؟ مين يتفضل؟ became smaller in size. Overall, there is diminution in size of the cerebellum. Bravo. Hey, come in. With less foliar distinction. الفوليا مش مظبوطة. يعني هنا كل واحدة بوحدتها. هنا مفيش. طب أنا لو قطعت الكلام ده هلاقي إيه بقى؟ هلاقي decreased ratio ما بين الجراي والوايت ماتر برضو. هل ال- 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 الكاف ده يقدر يزبط نفسه في البروبريوسبشن؟ نايف موجود؟ نايف موجود ولا خرج؟ سرهد، سرهد ممكن تفكرنا يعني ايه proprioception؟ طب مين يتفضل يقول لنا يعني ايه proprioception عشان الناس اللي ما حضرتش المره اللي فاتت؟ بكل بساطه بالعربي كده انا أيوة. مين مين فين منين؟ ايوه يعني I said, knowing the surrounding where I am from the surrounding يعني yeah. عارف أنا فين يعني knowing where your body parts are in space. أين أجزائك الطرفية في الفراغ اللي حواليك؟ أنا إيدي فوق إيدي تحت. لو السيربيلم مش متكون صح ما تعرفش الدنيا فيها فين، وبعدين تبتدي تمشي ما أنت ظابط مشيتك فيحصل overstepping أو hypermetria. تلاقي الكلب عنده هايبرمتريك، يعني ايه؟ الخطوه بتاعته طويله قوي وعاليه قوي لانه مش عارف الارض فين. سيربيلر ايبليجيا اور هايبوبليجيا ذا برايمري جينيتيك اور سكندري مالفورميشن. البارفو فايروسز والبيستي فايروسز والفلافي فايروس والاينو فايروس ممكن يعملوا لك المشكله دي. All parts of cerebellum can be affected. Many pure breed dogs بيجي لهم الموضوع ده، لكن الكلينيكال سيمتومز بتختلف شدتها. تلاقي واحد عنده ايه يعني حاجه بسيطه كده في المشيه بتاعته، واحد مش عارف يمشي خالص وبيقع ودنيا بايظه خالص. فلازم نحدد بقى cerebellar foliar hypoplasia where only parts of the cerebellar foliar cortex are affected. The very common. بعدين equine cerebellar hypoplasia and dysplasia ده familial entity in Arab and Arabian crossbred foals. Okay. بيبقى في defective signaling of the radial glia which provide a scaffold. هما دول اللي بيخلوا النيورونز تهاجر وتعمل لك ترتيب معين للفوليا، يبقى كلها قد بعض ومترتبة. ألاقي بقى البركنج سيلز موجودة في أماكن غير اللي هي المفروض تكون موجود فيها. هي فين؟ الجنشن of the gray and white matter. بعدين في بقى animal model اسمه weaver mouse ده بيدرسوا عليه، بس لازم يكون bilateral recessive weaver فده اللي يظهر عليه الأعراض. خلي بالك بقى المفروض دي external granular cell layer، بعدين internal اللي بره دي external واللي جوه دي internal. إذا كان الحيوان ده ungulate مفروض ما شوفش external. بقرة، خروف، wildebeest، حيوان بري، bovine مفروض ما شوفش. إذا كان ده بقى كلب، قطة، human primate لازم ألاقي external granular layer والmigration بتاعه بياخد وقت. تلاقي بقى إن في underpopulation of the internal granular cell layer، يعني مش ده عدد الخلايا الطبيعي. اوه
ما فيش حاجة خالص بقى هنا. الـ external والـ internal granular cell layers are abnormal. ده قطة مولودة فخدنا جزء من السيربيلم لقينا الكلام ده internuclear inclusion. يبقى على طول ده feline pan leukopenia virus أو parvovirus. مين بقى يقول لي الصورة دي موضحة ايه بقى؟ اللي هنا ده ايه؟ thermonuclear layer ده white matter وده molecular layer اهو وده foliar pia matter Purkinje fibers Purkinje cells abnormal location اسمها ايه بقى؟ برافو عليك. ها اكتوبيا of Purkinje cells. برافو ectopia of Purkinje cells. بص بقى البركنج سيلز دي ليها processes يعني مفروض ايه تشوف منها عدد محدود. لو لقيتهم واضحين قوي وطالعين كده زي ما يكونوا عاملين أشعة بيسموها توربيدو توربيدوز زي ما يكون في توربيدو اتضرب من سفن فلو لقيت توربيدوز كتيرة يبقى ده سيربيلر ايبيوتروفي. ليه بقى؟ لأن أنت لما شرحت العجل أو الحصان ده كان حجم السيربيلم طبيعي ما حسيتش أنه هو صغير فمفيش هايبوبليجيا. لكن لما شفت هيستولوجيكال الدنيا ملخبطة خالص. البركنج سيل المفروض تترص في صف واحد هنا ما بين المولكيولر لير والايه ما بين المولكيولر والجرانيولر لير. فهنا متدمرة خالص والدنيا مش مظبوطة. يبقى أسأل على عمر الحيوان نوع الحيوان وابتدي أوصف إيه اللي حصل. إذا استخدمت pesticides بس اللي هو النيجيفون ده باراسيتيسايد عشان حيوان عنده مثلا مينج ولا حاجة بيعمل مشكلة جامدة جدا بالذات في الخنازير يعمل لهم هايبوبليجيا وهايبوميلينوجينيسيس. الفيروس زي البي في دي ممكن يعمله لك. تلاقي ايه بقى الدنيا؟ الوايت ماتر مش متكونة كويس وبالتالي اللاترال فنتركل وسعت شوية. ليه؟ لأن في انسيفالوكلاستيك ديفكت. الخلية اللي بتتضرب في الحالة دي هي الأوليجودندروجليال سيلز. الجراي ماتر كويسة. هايبوميلينوجينيسيس نو وايت ماتر ما تكونتش. بوردر ديزيز انفكت ثايرويد. الثايرويد ممكن تعمل لك هايبوثايرويديزم تعمل لك هايبوميلينوجينيسيس. ده كان أحد الثيوريز في الأول وبعدين لقوا التيومر بيروح ويضرب الأوليجودندروسايتس أوريدي. عشان كده الديفلوبمنت بتاع الفوليكل الهير فوليكل بتاع الخرفان دي ما بقاش ايه طبيعي فتلاقيهم شعرهم واقف زي الشعر كده زي ما يكون شعر عيل منكوش فيسموهم هيري شيكر لانه بيتهز عنده هيد كاريج ابنورماليتي على طول. ده كلاسيكال لبوردر ديزيز او هيري شيكر نيم. تيشو فروم ا كاف. حد بقى يقول لي هنا في مشكله ايه؟ سيربيلر أبليجي. سيربيلم. ماشي. حد عنده رأي تاني غير رأي الدكتور عبد العظيم؟ أتروفي. سيربيلر أتروفي. برضو أنت مصمم على أتروفي. ال الكاف ده لسه. أجينيزس. أجينيزس. أنا آسف. أنا آسف. برضو عدت المشكلة تانية هو أيضا. أنا آسف. لا انا 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 بس عاوزك تاخد بالك يعني الاتروفي لو هو كان متكون وبعدين راح ايوه لكن اتكون اقل من الطبيعي. انا شايف شويه سيربيلم اهو. صح اه صح. يبقى ايه تشخيصك عبد العظيم؟ هايبو. طب ايه اللي حصل تاني؟ في هيدروسيفلوس اكسترنال. برافو. بقى الكودة الفصة اللي احنا بنقول عليها المفروض السيربيلم يملى الحتة دي كلها. سيفير سيربيلر هايبوبليجيا ده بي في بي انفكشن
between 100 and 180 days of gestation. ممكن يعمل لي ايه بقى؟ hypoplasia, porencephaly, microcephaly, hydrocephalus, كل ده ممكن يتكون. طيب نيجي بقى للاخر حاجتين اللي انا عاوز اقول لكم عليهم في البرين، الداندي ووكر والارنوتشياري سيندروم. في ناس بيقول عليها كياري سيندروم، I'm okay with either one. داندي ووكر سيندروم ده في الهيومن rare midline defect of the cerebellum most commonly identified، بنشوفه في الحصان الصغير والعجل والخرفان الصغير. Of unknown etiology، مش عارفين. ابتدى يشوفوه في الكلاب دلوقتي بالذات البيور بريد. محتاج ثلاث حاجات عشان تقول ان الانسان او الحيوان ده عنده داندي ووكر سيندروم. فيرمال اجينيسيس، يعني اني جزء من السيربيلم ما تكونش؟ الفيرمس اللي هو الكبير اللي هو الدورسال. سيستيك دايليشن اوف ذا اكسباندد فورث فينتريكل، enlargement of the caudal fossa، يعني ممكن يبقى شكله عامل زي كده. Hydrocephalus and polygyria of cerebral convolution can occur concurrently، يبقى ممكن كمان في حاجات في السيريبرم واللاترال فينتيكلز تلاقيهم واسعة. ده شكل الايه؟ الداندي ووكر سيندروم. انا ما خلي بالك ما حدش فتح البرين ده، يعني ما قطعناهوش احنا عشان نوريك، هو مولود كده. الجزء بقى اللي هو المفروض يكون دورسال هنا كله مش متكون، ده رايت سيريبيلر هيمسفير وده ليفت سيريبيلر هيمسفير. يبقى على طول تسأل هل كانت الكود الفصة اوسع من الطبيعي؟ واضحة جدا. ايه كمان؟ ان الفورث فينتريكل واسع قوي، ده هنا فيه هيدروسيفلس، هنا في الفورث فينتريكل مش ممكن يكون هو ده الفورث فينتريكل حجمه طبيعي. يبقى ده ارنولد، ده داندي ووكر سيندروم. الارنولد كيري مالفورميشن في الانسان بيتقسم لثلاث انواع، وغالبا ما يكون معاه هيدروسيفلس ومينينجو مايلوسيل. يعني ايه مينينجو مايلوسيل؟ يعني المننجز بتاع السباينا، يعني في سباينا بيفيدا. طيب في الدوجز بقى تايب 2 هو ده اللي احنا بنشوفه كتير. كودال فاسا الشالو، يعني البون اللي حوالين الفيرمس شالو. ريديوسد فوليوم وذ الونجيشن اوف سيربيلر فيرمس، يعني في حصل كونينج للسيربيلر. وذ ذير كومبايند ديسبليسمنت انتو ذا سيرفيكال سباينال كورد، يعني ايه؟ يعني الفيرمس بقى عند السباينال كورد، طرد بره السكال. ان كافالير كينج شارلز سبانيل، ده ابتدى يكتر في مصر كتير قوي، بيحبوه عشان شعره حلو وشكله جميل. مالفورميشن يوزنج 3 دايمنشنال ام ار اي كودال فاسا از بروبورشنتلي سمولر ذان ان اذر بريدز، وايل ذا ريشيو اوف ذا بارينكيمال تيشو فوليوم تو ذات اوف ذا كودال فاسا از كريتيكلي هاير. يعني ايه؟ يعني البرين مسحوم، الجزء المفروض يحوي الفيرمس ضيق، وبالتالي الحته زحمه قوي. وبعدين في حاجه اسمها سيرينجو مايليا، يعني في ميه كتير في السباينال كورد. The width of the cernix directly correlates with the increased size of the fourth ventricle. تلاقي الفورث فينتريكل متسع وفي سيست في السباينال كورد. انا عاوزك بقى تفرق ما بين سيرينجو مايليا وهايدروميليا. مين يعرف الفرق؟ زي هيدروسيفلس وبورنسيفلي. ايوه. مين اللي بره الفنتريكولار سيستم عبد العظيم؟ سيرينجوميليا. سيرينجوميليا. بص بقى انت، عشان دي اللي هي الكود الفصح، فالمفروض ان هي تاخد نفس التكويره بتاعه السيربيلم، ده نورمال، ده الديورا ماتر سيربيلم فوليا اهي، وده البرين ستيم. واو. هنا بقى لو انت قست المسافه من هنا لهنا هتلاقيها ضيقه، وبالتالي البرين ده مسحوم جزء بتاع الفيرم، فيحصل له ايه؟ هيرنييشن، يبقى اكنه عند السباينال كورد. وبعدين تلاقي سيرنكس جزء الاسود ده فيه ميه، ده المفروض ما يكونش موجود.
ففي هرنييتد فيرمس، في مالفورمد اوكسيبيتال بون، الكود الفصة دي مش مظبوطة، مفروض تبقى يعني ضيقة واسعة كده ومش مش مش زحمة المخ، هنا زحمة المخ وبالتالي يحصل ايه؟ هرنيش. طيب تعالى MRI بقى، ادي الكود الفصة، حصل كونينج للسيربيلم وفي سيرنكس، يبقى على طول انا وصلت لأرنولد كياري تايب 2. كونينج اوف سيربيلم المفروض ما تشوفوش انت عامل، بص هنا واضح قوي السيربيلم بدل ما يكون مدور بقى كون، وبعدين في ميه كتير قوي في السباينال كورد، ده بقى هيبقى مقدمه لاخر جزء في المحاضره اللي هي السباينال كورد مالفورميشن، هيدروميليا، سيرينجوميليا اند سيرينجوبالبيا، بعدين اركنويدال اند ابندمال سيستس. ايه الهيدروميليا؟ focal or generalized dilation of the central canal، يعني ده الventricle بتاع السباينال كورد، زي ما عبد العظيم قال يعني ده internal hydrocephalus بس في السباينال كورد. thinning or compression of the ependymal cell lining and loss of cilia، فالسباينال كورد السيربروسباينال فلويد واقف ما بيتحركش، وبالتالي عمال يجي عليه سيربروسباينال فلويد كتير، يحصل increased intraventricular pressure. ليه؟ لأنه هيبتدي يرد بقى على البرين. It may result from proximal stricture or occlusion of the central canal associated with concurrent malformation. Arnold Chiari ساعات يعمل الموضوع ده. Syringomyelia cyst مليان مية لكن مش متصل بالcentral canal. وممكن يجي acquired. وممكن يبقى مصاحبه للهايدروميليا، يعني ايه؟ سنترال كانال هنا واسعه وبعدين ابتدى تتكون سيست بس مش متصله بيها، يبقى في سيرينجوميليا. سيرينجوبالبيا result from formation of fluid filled slit like cavities in the medulla which usually communicate with the lumen of the fourth ventricle. يعني عند اتصال البرين، واخد بالك، بالبرين ستيم. تعال بقى شوف كده، السنترال كانال دي مفروض يعني تبقى ضيقه جدا، وده الفنترال ميديان فيشر، وفي فنترال سباينال ارتري، يبقى ده دورسال وده فنترال، يبقى الحيوان لوكينج اواي فروم ذا سكرين، يعني باصص بعيد. تعال بقى ابتدت توسع شويه، ده مشكله جامده هنا بقى، في ايه؟ هايدروميليا، يعني السنترال كانال فيري دايليتد. طب هنا في هيدروميليا وفي سيرينجوميليا، هنا برضو لسه ما اتصلوش، هنا اتصلوا، يبقى حصل complete loss للدورسال في نيكيولاي والدورسال هورن affected، يبقى الحيوان ده ممكن يتشل ويبقى عنده مشكلة جامدة جدا. السيرنكس cyst not communicating، ده أرنولد كياري سيندروم، في كونينج of the cerebellum، shorter أو shallow caudal fossa، وفي سيرنكس، يبقى ده على طول أرنولد كياري تايب 2. بعدين تلاقي بقى ايه، السيليا ابتدت تروح والسنترال كانال ابتدت تتمدد. في حاجات بقى نلاقي فيها اثنين سباينال كورد، ساعات يبقى كل واحد محاط بالمننجز بتاعته، وساعات يبقوا الاثنين في مننجز واحده. ده مايلو ديسبليجيا، يعني ايه؟ abnormal formation of the spinal كورد، ممكن يكون معاه سباينا بيفيدا، يعني الدورسال ارشز بتاع الفيرتبرا ما قفلتش. اذا كان دايستوماتوميليا، يعني معناها complete duplication of the spinal cord، دي بقى حاله كانت قطه عندها ست اشهر وعامله مشاكل من ساعه ما اتولدت، وقعدوا يعالجوها ويقولوا بارفو ويقولوا بالوكوبينيا، وبعدين جم قالوا بقى خلاص هنعدمها لان شكلها يعني بيصعب علينا، فلقيت ايه؟ اثنين سباينال كورد، كل واحد محاط بالمننجز بتاعته. ديبلوميليا، اثنين سباينال، لا يا ربي، هي كانت ديبلوميليا، القطه كانت ديبلوميليا، كان اثنين سباينال كورد محاطين بنفس الايه؟ المننجز. فعشان تفهمها اهو،
تلاقي سباينال كورد واحد جاي اهو وبعدين انفصل وكل واحد ملفوف بالمننجز بتاعته. فيبقى هنا في ايه؟ سباينال بيفيدا. لما تعمل اكستربيشن او تشيل السباينال كورد يبقى ده ايه؟ دايستماتو مايليا. ليه؟ ان هو جزء الاثنين سباينال كورد كل واحد منه ملفوف بالمننجز بتاعه. بعدين سيجمنتال ابليجيا ان ممكن جزء من السباينال كورد او معظم السباينال كورد ما تكونش. الحاله اللي انا بحبها قوي اسمها بيروسيماس الومبوس in which the whole lumbosacral and coccygeal spine is absent. تلاقي الرجل القدامانية مكتملة التكوين، الرأس مكتملة التكوين، الرقبة مكتملة التكوين، الريب كيج مكتمل التكوين، بس الضلوع كلها نارو. وبعدين تلاقي بقى ايه الجزء الخلفي ده بايظ خالص، الرجلين حصل arthrogryposis وفي agenesis للcoccygeal vertebra ما عندوش ديل وفي السباينال كورد مختفي. ديبلوماليا دي حاله القطه، لقينا اثنين سباينال كورد كده وفي ابنورماليتي في النص كده، يعني المفروض ده رايت دورسال وده ليفت دورسال هورن وده ليفت رايت فنترال وده ليفت فنترال، الليفت فنترال بايظين خالص. فده يبقى عنده موتور ابنورماليتيز رهيبه جدا وفي جزء في agenesis of the spinal cord. ده في مانك سكان. ده كل اللي انا حضرته النهاردة. عاوز بقى ايه نبدأ ان شاء الله المرة الجاية بهيستوباثولوجي، مقدمة عن السيلز وتكوينها في النيرفوس سيستم، وبعدين بقى ناخد ايه degenerative diseases, vascular diseases, infections، وبعدين neoplasia، وبعدين نوري بقى الكلام ده تحت الميكروسكوب في حلقة live session إن شاء الله في نهاية الشهر بإذن الله. نفتح بقى الإيه المجال للتعليقات والأسئلة. هو أنا عندي سؤال للمحاضرة اللي فاتت، أقوله دلوقتي ولا استنى لما نخلص؟ في السلايد بتاع الكاتس بتاع البرين. بتاع إيه؟ الكاتس، الكاتس اللي أنا باخدها في البرين. يعني ايه كان في فوق وكان في تحت حاجه اسمها ايه مثلا 10 ايه 15 وتحت مثلا بي 10، دي بتعني ايه؟ ده على حسب اللينث اوف ذا برين، واخد بالك؟ وبعدين في ناس بتنشر بقى تقطع فين، مثلا اذا كان بوكسر عنده سنتين يبقى بعد 2 سم، بعد 3 سم، بعد مش عارف ايه وهكذا. فدي بيبقى ستاندرد كات. وبعدين كل واحده بيسموها الاي بيبقى دورسال والبي بيبقى فنترال. طيب بص انا عايز اسالك على حاجه. انا جربت الاسبوع ده ان انا اجيب البرين بتاع الرات واقطعه 12 كاتس، اتبهدل مني رغم ان انا حطيته الاول في فورمالين وبعد كده بدات اقطع. اساسا ما عمال ما ندي التكنيشن اللي ويبتدي يظبط السكينه على بتاعه الميكروتوم على البلوك هيكون اكل اكل الجزء ده. وانا عايزه اجيب، انت عارف عندي مشكله في البحث ده، ان انا عايزه اجيب الفنترال هيبوكامبس مش بيظهر معايا. خلي بالك ال12 كاتس ما تقدريش تعمليهم في فار واحد، والا يعني سمك العينه قليل جدا. انا عملت زي ما انت قلت لي حطيت مسطره وقطعت، بس صعب، صعب جدا ان هو هيتصاب. صعب ان انت تعملي ال 12 كات في فار واحد، يعني مثلا الجروب كان فيها كام فار؟ خمسة مثلا لو قلنا. هاخد واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة من فار، وبعدين اخد اثنين واربعة وستة وثمانية وعشرة من فار، وبعدين اخد 11 و12 من فار تاني، فاهمة؟ على حسب بقى الكلينيكال سيمتومز اللي ظهرت. لو انت عاوزه تشوفي الهيبوكامبس يبقى انت هتركزي على الحته دي بس. هتاخدي ايه بقى 4 5 مش عايزه الهيبو نفسه، يعني الهيبو بيطلع معايا سهل ماشي. لكن انا عايزه الشريحه، هو في شريحتين ظهروا معاك فيها المره اللي فاتت الفنترال هيبوكامبس عشان الفانكشن ريليشنز بتاعهم مختلف. حلو. وهو ده الديلينج بالموديل بتاعي. ف ما بيطلعش معايا. انا بقول لك بقى انت بتشرحي مثلا ايه، بتشرحي ثلاث فرين جنب بعض. حلو. وبعدين طلعي البرين بتاعهم وتقطعي مثلا ايه عند رقم خمسة، ما لقيتش انا همشي 2 ملي في اللي بعديه واقطع 6 الاقيه،
أو ما لقيتش أقطع في سبعة وهكذا. يعني ما خلوهوش يدخل في البلوك؟ نعم؟ ما خلوهوش يدخل في البلوك؟ ما هو يدخل في البلوك قد إيه؟ لازم يبقى السمك كفاية عشان تعملي سيريال سيكشنينج. يعني لازم يبقى تخين جدا. فأنت خدي المنطقة كلها وابدأي من وراء القدام. ما لقيتوش قولي له اعمل تريمينج 50 مايكرونز ات ا تايم واديني سلايد. لقيتهوش 50 مايكرون كمان واقطعي وهكذا. ده صعب قوي تعمل كده. ما هي عشان كده بقى يقول لك فور ستاتستيكال امبليكيشنز لازم يبقى عندك خمس فران على الاقل مثلا في المجموعه بالذات في تريتمنت. ليه؟ عشان الحاجات دي. والا ممكن يروح منك الجزء ده يبقى انت التجربه وقعت منك. هل مشيت معاكم المحاضرة النهاردة؟ تمام. بس المشكلة دلوقتي ان ازاي بقى هطلع الاسبينال كورد؟ ازاي هدوء الاعصاب ان انا بالراحة وان انا افحص كويس؟ ده عاوزين نعمل لايف سيشن يا عبد العظيم. عندك منشار اسمه سترايكر صا زي بتاع العظم اللي هم بينشروا بيه الجبس لما يكون واحد متجبس وتلاقيه جايب منشار كده بيقطع بيه الجبس. عندك واحد زي ده؟ لا للاسف. ما تعرفش طلع سباينال كورد من غيره. اذا كان بقى كلب او قطه صغيرين بتستخدم رانجور ار او ان جي يو ار اي رانجورز. دول كليبرز كده بتقدر تقطع بيهم. وخليني بقى اوريك مره تعملها ازاي. دي سهل قوي. مقص تخين، مقص تخين شويه. تمام. فادي دي الحاجات بقى دلوقتي هي السناره بقى يعني ما احنا عاوزين. هل انت بتطلع البرين كويس؟ البرين ممكن، يعني البرين ممكن، انما السباينال كورد ده صعب. انا حاسس انه يعني الحاجات الصعبه جدا يعني. لا بالسترايكر صعب ده واضح، هوريها لك وبنطلعه كل السباينال كورد مع بعضه. انما هو مشكله في الخيل بقى. الخيل لو انت ما ظبطتش القطع على المنشار والمنشار دخل بيشيل نص السباينال كورد. خلينا نوريها لك دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. مين عنده أي سؤال أو تعليقات تانية؟ شكرا دكتور توفيق. العفو. خلاص إن شاء الله.